الراديو ده يابا. ده جميل قوي يا ولد. تعال ناخد صوره سيلفي تاني بالستيك يابا. يا ولد يا ولد انت بتاع التكنولوجيا. فاكر ايه؟ يلا يا ولد يلا ناخد صوره حلوه. ركز يا ولد. استنى يلا يا ولد ناخد صوره كده للذكرى حلوه يا ولد. يلا يا ولد امسك معاك يا ولد. يلا خلاص. ايه انا اقعد ساعه في امها مش عايز ارميها. انا اقعد ساعه واقفين خلاص. ما نعمل ايه؟ طب نلعب سكواش ولا اي حاجه. هتعورني يا ولد يا ولد. خلاص يابا ركز يا ولد. انا اصلا زعلان منك. ليه يا ولد؟ عشان انت جبت لي عربيه، جبت لي كاوتشات سبور، جبت لي ازاز فامي، جبت لي كل حاجه وما جبتليش راديو جوه العربيه. طب ما انا جايبك جوه الراديو اهو عشان ناخده ونحطه في العربيه. بس ده كبير قوي يابا. وانت قليل يا ولد. ده انت مقامك كبير قوي يا ولد يا ولد. انت مين زيك يا ولا في البلد يا ولا يا ولا انت يا ولا. ده انت ابني الغالي حبيبي يابا. يا عيني عليك. طب بقول لك ايه؟ احنا هنشتريه ولا هنسرقه ولا هنعمل ايه؟ اشتري ايه يا غبي؟ جايين مستخبين عشان نشتريه. افهم هنسرقه. طب هنسرقه ليه؟ عشان احنا مطاريد. مين بيطاردنا؟ ذئاب الجبل. المقاولين. مقاولين ايه يا غبي؟ والله ذئاب الجبل المقاولين. مش المقاولين والله معروفه من زمان. ذئاب الجبل المقاولين. طيب المقاولين. المقاولين حسن شحاته عايزنا نلعب معاه في المقاولين. انا وانت ايه رايك؟ حلو نلعب. بس نلعب ايه؟ انا العب سردي باك. طب واني وركي باك. خلاص خلاص نلعب معاه. انبسطت جديد. ايوه مبسوط. افهم يا ولد ذئاب الجبل دول ناس بلطجيه مش المقاولين والجبل الاخضر. تحرقش جمي. طيب. تحرقش دمي. طب اهدى في ايه مالك؟ خلاص خلصنا. خلاص خلياص. طيب حطيت خطه ولا نعمل ايه؟ حطيت خطه ما تخرش الميه. بجد؟ او عهد الله. قول اهدى. ركز مع اطلع خطوه لقدام. ركز معايا في الخطه يا ولد. ماشي. خطه عالميه. تمام الخطه يا ولد. ايه هنلعب 4-4-2 ولا 5-3-2 ولا 2-6-2؟ ايه انت قاعد مع مورينيو؟ مفيش في خطه بجد. هنسرق مش هنلعب كوره. بالراحه يا ولا. ركز ما تبكاش كده يا ولا. ما تحرقش اعصابي يا ولا. بالراحه انا عيل صغير لسه مش فاهم حاجه في الدنيا. ما انا بفهمك. طيب شوف بقى وركز الخطه بتقول ايه. ايه ده؟ الباب الامامي. تمام. وده الباب الخلفي. تمام. انا هقف عند الباب الامامي. ماشي. وانت هتقف عند الباب الخلفي لدرجي عشان خاطر. اهو انت اللي لدرجي. تفاكرني عبيط؟ اهو انت اللي لازورجي وستين لاتورجي. انت ايه يا شتيمي؟ ايوه شتيمي يا ابني. يخرب بيت انت عمرك ما شفت احمد جاكي؟ احمد جاكي الفيلم بتاع احمد جاكي قال ايه لما قال اي لادورجي هرد عليه هدي هو قلقه من رجليه وهبص هبص. ايوه وهفجل بص. ايوه ايوه فهمت يا ابو أيوة ده يا ولد. فهمت. يبقى ايه؟ انت هتقف لدرجي هناك وهبص هبص. ايوه وهفجل بص يا ولا. ايوه فهمت يا ابا. تمام. يبقى انت هتقف لدرجي وهبص هبص. ايوه وهفجل بص يا ولا. ايوه فهمت. يبقى هنتنيل. هقف انا عند الباب دي. ماشي. انت هتتنيل تقف لدرجي وهبص هبص. خلاص خلاص خلاص. في ايه يا ابا؟ خلاص عرفنا ان انت هتبص البص. خلاص هنقعد ساعة نحط الخطة. خلاص فين؟ هنفضل عنبش لحد ما يخش يقبض علينا. خلاص فين؟ خلاص قوم. عيل صغير وبفهم الدنيا لسه. اقعد بقى قول لعيل زفت وعيل متنيل. خلاص انا اقف عند الباب الهباب دي. ماشي. وانت عند التاني. تمام. تركز. بقول لك ايه؟ ايه البوليس لو دخل ما تقولش انني حرامي. امال اقول انت ايه؟ قول انني البريء. طب واني النمر والانثى. فاهم ولا؟ خلاص فهمت. تمام تمام. يلا لم الخطه. امسك. اوعى حد يكون شايفني. ما تقلقش. تمام جوي كده. تمام عرفت الخطه. تمام. ايه انا اقف عند الباب الامامي وانت هتعمل ايه؟ ايه لا درجي وابص ابص. خلاص خلاص. And through my
متروما. برضه لسه ست الزفت دي ما جاتش، المذيعة كلها بتتأخر، أفضل ساعة بنزل أغاني، دي حاجة مقرفة، دي ست تلمة، ده حاجة قرف. سمعتك! إيه؟ سمعتك وجاية لك. يا نهار أسود. تعالى لي. سمعتي إيه؟ تعالى يا. تعالي أنت. خور يا. خور يا. سمعت. خور تعالى. أنا آسف. اتأخرت عليك؟ لا اتأخر، متأخر إيه المشكلة يعني؟ لا يا ده أحسن يكون مش عاجبك إن اتأخرت. لا عاجبني والله. حقيقي مش عاجبك. إيه ده؟ إيه ده؟ أنت جاي الراديو كده؟ يا ابني ما بعرفش اسوق غير وانا حرة، الدبل ما بيطوعنيش وانا بحاول، بحب ابقى براحتي. الدبل ما بيطوعك؟ وايه البنطلون اللي انت سايق تروسيكل وانت جايه؟ يا ابني احنا في راديو يا ابني، انت يهمك ايه غير الجزء الفوقاني والناس مش شايفه حاجه. ايوه صح عندك حق. ايوه كده. نعم. عامل لنا ايه النهارده؟ هو انا طابخ النهارده؟ ايه اللي عامل لكم ايه النهارده؟ طب خليك في الشغل عشان ما تغيبش عليك. ماشي. عامل لنا ايه النهارده في النهاردة الشغل؟ النهارده البرنامج بتاعك في الشغل فيه فقرتين، اول فقره استقبال اتصالات، تمام، تاني فقره استقبال الضيف. اصلي مين؟ بص بقى، نعم، منطقه الضيف دي تركز معايا فيها. حاضر. عشان انت امبارح رايح جايب لي واحد اخرس تقول لي حاله انسانيه، انا متعاطفه معاه بس مش في الراديو، هتكلم له ولا هتكلم لي؟ لا لا لا، انا النهارده جايب لك احمد حلمي. حلو احمد حلمي. ايوه كده، اعمل باللقمه. ايوه حلل القرش. بس اعتذر. مين احمد حلمي اصلا؟ محدش عارفه. رايح تجيب لي ناس مش معروفه ليه؟ واعتذر عن البرنامج بتاعي ليه؟ ما انا كلمت لك بقى احمد السقا. ايوه كده، حلل اللقمه. بس اعتذر. طب ما تجيبليش اي حد اسمه احمد تاني. ماشي. اصلي بس انا كلمت احمد الكواوي. احمد الكواوي طبعا معروف. مين احمد الكواوي؟ انت بتقول اي كلام. شوف انت مش عارفاه واعتذر كمان. والله محدش طايق البرنامج تقريبا، في ضيف واحد بس اللي ما اعتذرش. مين بقى اللي صعبنا عليه؟ حازم الصواف. حازم الصواف رايح تجيب لي في ايه؟ حازم الصواف مالك بس؟ البتاع انت اتقطع. انت مش عارف هاتي انا دبوس ايه؟ واعمليه من تحت كده. مش عارف انا ايه اللي بيني وما بين حازم الصواف. ما انا ايش عرفني اللي ما بيني؟ رايح تجيب لي حازم الصواف في البرنامج؟ انا هعمل ايه؟ ده طيب ده انت هيتشرح. الداير يا الداير. ايه الداير؟ الداير ازاي بس؟ خلصني. مش متداير انا. هتغيب عليك. اخلص. الداير يا اهو. رايح تجيب حازم الصواف ليه؟ مش عارف اللي بيني وما بينه؟ لا مش عارف اللي ما بينك وما بينه. طب انا مش عامله الحلقه. لا ما هو ما ينفعش، لازم تعمليها لان احنا عملنا تنويهات. يا ابشي تعمل له مزيكه حسب الله. انت ناسي ان الراجل ده كان شريك في القناه. انت هتعرفني عليه بقى؟ انا ما حدش عارفه قدي. ده انا كنت متجوزه عرفي. ايه؟ انت كنت متجوزه عرفي؟ انا قلت كده؟ ايوه قلت. لسه قايله اهو. يا ابني بطلوا افك بقى، بطلوا افك واشاعات. اوروبا سبقتنا بسبب الاشاعات بتاعتكم دي، اتاخرنا. تعال اما افهمك. فاهمين يا ابني؟ ما كانش جواز جواز. ايه ما كانش جواز؟ يعني ايه ما كانش جواز جواز؟ اتقل بقى تاخد حاجه حلوه. طيب انا كنت خايفه اقعد لوحدي، شفت الحلقه بتاعت رهام سعيد وكنت مرعوبه. ضيعت ناس كتير. كلمته قلت له يا زوما تعالالي انا محتاجاك. الراجل تفضل مشكورا وجبت معايا. ما كانش في محرم، كتبنا ورقتين عرفي، يبقى نعتب عليه. تتحسب عليا جوازه. ايوه دي جوازه والله. جوازه ايه يا ابني؟ اقسم بالله هي جوازه. انتم ما تصرفتوش صح، دي بقى مش قصتنا احنا، لكن هي جوازه والله. يا ابني اقسم لك البطاقه بس في جيب البنطلون التاني، لو كانت معايا كنت وريتها لك. انا انسى سعيد افهمني. خلاص مصدقك. المهم انا ما تقلقيش من اي حاجه وانا هتصرف في الموضوع ده. يا باشمهندس سعيد، يا باشمهندس سعيد. يا باشمهندس سعيد في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ استنى بس، انت عامل ايه؟ ايه انا كويس؟ لابس بدله على الشورت وانا عامل زناد صدري ونقعد نجري ورا بعض. بس سيبيه بس. طب شوفوا بقى، شوفوا علشان شغال معايا. هو شغال معاك انت يا جيهان؟ هو شغال معايا انا. خلص. ايه يا محمود ده؟ يا محمود ايه يا باشمهندس سعيد؟ ايه يا محمود في ايه؟ ايه اللي حصل في الناس؟ ايه اللي حصل؟ يا حد يجي الشغل كده لابس شورت؟ انت اخر واحد بقى تسال السؤال ده، انت راجل مهندس صوت قد الدنيا، ما تسالش انت السؤال ده. ايه العلاقه يعني؟ انا شغال ايه؟ فني صوت. والصوت عباره عن ايه؟ موجات. افرض موجه جت عاليه بالبنطلون.
ده كلام. لا صح، لازم البس شرطه. ايوه صح عندك حق، عشان ما تبلش في ايه. مفيش حاجه. بقول لك ايه، مش شغال لي معاكم هنا. طب ما انت شغال هنا. لا انا عايز اشتغل مذيع، انا مش عايز اشتغل فن صوت، نفسي اشتغل مذيع. اشتغل مذيع ليه يعني؟ عندي افكار برامج هايله. طب قول لي كده فكره. انت اعمل الضيف وانا اعمل المذيع. اوكي ماشي. اهلا بيكم معانا في برنامج كلمتين وبس. ازيك؟ الله يسلمك. كنتم مع برنامج كلمتين وبس. صغير وحلو. افكارك هايله وسريعه. بقى عندي فكره برنامج احسن منه مليون مره. لا قول. احنا نعمل اجمد سبعه الساعه 7. طب ما في برنامج اسمه كده. خلاص نيجي من 6 ونعمل اجمد 6 في اي حته. ايوه صح. ونخرب الدنيا. محمود ايه انت قاعد تهزر والمكسر بايظ بيهنج. والله بايظ، والله العظيم بايظ. هروح اصلحه، هروح اصلحه دلوقتي. يلا بسرعه. ايه يا باشمهندس؟ حاجه ايه ده؟ حاجه غريبه قوي. ما هي ثابت. اذاعه سايبه. إذا سايبة؟ شوف لي الحوار بتاع. صباح الفل يا حودة. صباح الفل يا حبيب قلبي. صباح العسل حبيبي. السلام عليكم. صباح الفل يا سعيد. صباح الخير يا يوسف. صباح العسل. صباح الفل يا جيجي. هنا قابل علاء الدين العنقاء وبدأوا يتسامروا. يوسف. يوسف بقولك ايه، وانت بتعملي شعرك كده، طالما بتحبي تعملي كده بقى حطي دبر أملة عشان في حاجات بتطير علينا. دبر خفيف يا زكية. فظيعة. يوسف حياة قلبي. يوسف وحشتني. انت اكتر، وانا معاكي بحس اني نفسي في الكرومب. تعرف بقى يا يوسف وانا معاك بحس بايه؟ ايه؟ اني نفسي في الارنبي. قصة حبنا دي بتفكرني باعظم قصة حب في التاريخ، تيمون وبومبا. يا يوسف فظيعة. نفسي بقى يتقفل علينا باب واحد. ايوه عشان ريحة. عشان في علاقة قذرة. أنا رايح أنا الكابينة. ثانية واحدة يا يوسف. اتفضل. تعالى يا. أنت بتبرطم ليه؟ مش شايفني بتكلم الراجل ومعايا حدوتة؟ أنت حقيقية؟ أيوة حقيقية. أمال دوبلاج. يعني وأنت جاية أنت شاربة معسل؟ لا. أمال في إيه؟ ثانية واحدة. باك قافش في صدري شوية. طب روحي نام. باك إيه اللي قافش في يعني إيه؟ بحب إبراهيم نصر. في إيه؟ أنت تعالي هنا، ارجعي هنا تاني. يوسف يا دي الكذب. واضح ان العيب في المكان، ما تجيش هنا تاني. اقف اتكلمي من هنا. تمام يا يوسف. فصلنا بقى. شفت؟ معلش 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 يا قلبي. قلت له بالغباء بتاعه ده يوروب هتسبقنا. قلت له 100 مره. خلاص معلش يا روحي. استنى بقى اما نرجع للحاله اللي احنا كنا فيها. يلا نرجع يا قلبي. يوسف تعرف يا يوسف اني شفتك في الحلم امبارح. بجد؟ اه والله. حلمتي بايه احكي لي؟ حلمت بالكليب بتاع راغب علامه. الله، كنت عامل راغب علامه اكيد صح؟ عارف الكليب اللي هو يا عارفه عارفه. جميل. كنت عامل راغب علامه؟ لا ما كنتش راغب علامه، كنت الدبدوب اللي طالع وراه السلم. عارف الدبدوب ده اللي ايوه كنت حلويات. انت اللي عسلات حياتي. بقولك انت عندك هوا؟ حقيقي. يلا احنا 5 ثواني. طب يلا بقى، انا اتخانقت مع مراتي النهارده، هحكي لك في البريك. ماشي. طب قول لي بليز دلوقتي. في البريك بليز. في البريك يا اولاد. 4 3 2 ايه عيا ايه عيا. اتقل عليكي. انا جاهز ابدا. 3 2 1 هوا. اهلا بيكم اعزائي المستمعين في البرنامج اللي كلكم بتحبوه. بعد فتره الاغاني الجميله اللي سمعناها سوا، احب اعرفكم ان انتم هتبقوا معايا لمده ساعه كامله في برنامج كل عام وانتم تمام مع جيهان مدكور. الكاكا احلى ولا المانجا؟ ده موضوع حلقتنا النهارده. مستنيين اتصالاتكم على اذاعه هوت توميتو 00.8. وعندك احلى قهوه زياده للاستاذه.
انت يا زف ايه بتتكلم ليه؟ مع برز القهوه الاستاذ. ما تنزلش، انا قلت لك ايه ما تتكلمش. قلت لي ما تتكلمش واللمبه حمراء. انت مجنون يا ابني، انت جديد هنا؟ ايوه جديد يا استاذ. انت داخل بتزعق وفي هوا؟ ما انا ما اعرفش ان في هوا هنا. انت بتتكلم انت كمان يا ابني؟ في هوا وانت بتزعق؟ داخل تزعق وفي هوا؟ ما اعرفش. انت ازاي صوتك يطلع في الميه؟ بس اسكت. اسكت ليه؟ في ما في هوا هنا. ما انت اسكت يا حبيبي. داخل ينقر. ما انت صوتك طلع. هنتكلم. اسكت يا بابا، اسكت يا حبيبي. ده ايه ده يا اساتذه؟ اسكتوا، في هوا يا اساتذه، انتوا ناس محترمه. ما ده اللي انا بقول لك عليه، في هوا، انت مش قادر تفهم. خلاص اقعد اتنيل، اشرب القهوه. ايه القهوه سخنه وهتعدي الليل. جايب كوبايه فاضيه. ما يا استاذ ايه بيعمل؟ مش راديو ده يا عم اتنيل. انتوا مجانين في الراديو ده. يلا يا ولية انت كمان ارجعي. ايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ ايه ده يا يوسف؟ مش اسلوب يا جدع، مش اسلوب. يلا احنا رجعنا. مش هتزعبي علينا واحنا قاعدين. نكمل بقى يا يوسف. ارجع يلا. اعزائي اصدقاء البرنامج، مستنيين اتصالاتكم. يلا كلمونا. اوكي خلاص يا اخويا. تمام خلصت. انا مهم، انا هستناك في الكافيتيريا بقى. ها شوف الحمار اللي دخل زعق ونعر واحنا في الهوا ده. هقفش هديله علقه دلوقتي. ايزي يا يوسف. جاي لك انا. اضربهولي. هديلك بالجزمه يا سادة. نعم. شوف لي الحدوتة اللي قلت لك عليها بتاعت حازم الصواب. حاضر. عشان ما تزعلش مني. تروح فين؟ اروح دورة المية واجي. نعم يا ابني، اروح دورة المية واجي بقى. دورة. ما تتعبناش بقى. روح الدورة. اتفضلي روح الدورة. اربى سبقتنا. ده حاجة تجنن. عايز ايه؟ يا باشمهندس سعيد تعالالي هنا اقول لك على معلومة مهمة. بقول لك ايه، المكسر ده مش عارف اصلحها. ده إيه؟ شغل عالي عليا وانا حمار مش فاهم حاجة. انت الفن، انت اللي بتصلحها. انا مش فاهم حاجه دلوقتي. طب نعمل ايه؟ هروح الشركه ابعت لك 2 مهندسين. طيب. يجوا يصلحوا لك المكسر ده. خلاص ماشي. طيب ماشي. مش عايز فلوس؟ ايه ده؟ عايز فلوس، عشان في الشركه قالوا لي في فلوس متاخره. طيب ماشي، انا هنزل لك الحسابات هجيب لك الشيك. خلاص ماشي، هات انزل الحسابات بقى وهات الشيك. خلاص يلا. ماشي يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. افك الراديو ده منين؟ انا مش فاهم حاجه. يا واد وطي حسه في ايه؟ افك الراديو ده منين؟ عرفت المنطقة كلها ان احنا جايين نسرق. يا ايه الغباوة دي؟ اعمل ايه؟ انا مش فاهم حاجة منك. لا مش ممكن يعني. وقت حسك يا ولا لا يعرفوا ان احنا هنا. طيب بقول لك ايه؟ ايه؟ سمعت الواد قال ايه؟ قال ايه؟ قال فيه 2 مهندسين جايين هنا. اعمل لهم شاي. تعمل لهم شاي ليه؟ ولا اعمل ايه؟ نبت امك هنا تعمل لهم شاي. اعمل ايه طيب؟ فهمني بالراحة. ركز معايا يا ولد. معاك. احنا هنعمل الاتنين المهندسين دول. ازاي هنعمل مهندسين واحنا خريجين تجاره؟ يا ابني احنا هندرس هنا. احنا هنعمل كاننا مهندسين. مش كاننا، مش امه يعني. كاننا. ليه بتعمل كده؟ ليه؟ في ايه؟ ليه؟ في ايه؟ ليه بتقول الكلام كله عادي وتيجي تقول كاننا؟ ليه؟ واحنا مش هنعمل مهندسين، هنعمل ايه؟ كاننا مهندسين. كاننا. ما ترعبنيش يا ابو ليه كده؟ ترعبك افهم يا والله العظيم بتقول الكلام كله عادي تقول كأنني ما. ليه؟ ليه؟ افهمني. عملت فيك ايه؟ مش عملتش حاجة. وليه؟ افهمني. طيب. احنا هنعمل 2 يعني مش الاتنين المهندسين. كأنني. كأنني. والله رعب، والله رعب، اقسم بالله. طب اكنني. اهو دي سهلة ما بتخوفش. سهلة دي. والله. اكنني مهندسين. ماشي فهم. عشان ما حدش يكفشنا. ماشي. تمام؟ تمام. يلا بينا. بس أقول لك إيه والنبي؟ إيه؟ حقق لي حلمي يابا، والنبي نفسي أتكلم في الميكروفون شوية. يا سلام، اتكلم يا ولد. عادي. الراديو بتاعك يا ولد. ماشي ماشي. في إيه؟ يا سلام، أهو ميكروفون حلو. أهو يا سيدي. قول الإيد. إيدي إيدي. أنت شفت عامل إزاي؟ اللي بيحصل فيه ده؟ إيدي. غريب قوي يا ولد. إيدي ده شيشوار. ايه ده شيشوار يا والي؟ ايوه والله. ايه بقى كيرلي؟ بقى كيرلي ولا لسه؟ والله يا عمر وحسن. يا وي علي. ابعد عن الحاجات دي، ابعد عن الحاجات دي. يلا تعالى اعمل برنامج قدام. تعالى اقعد اقعد. يلا يا والي اقعد. يلا. اهلا اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني في برنامجكم الجميل باك تو سكول. ورجعنا صيارين. ايوه. ومعانا متسابق النهارده، اسمك ايه؟ اسمي جابر. منور يا جابر والله في الحلقه النهارده. الله يخليك. هنبتدي باسئله السرعه ولا اسئله عاديه؟ اسئله السرعه على طول. ايوه. طيب يلا ركز معايا يا جابر. ركز. السؤال الاول. أيوة. 1 2 3 4. الله يا جابر. يا سلام.
يعني في السرعة ايه؟ في السرعة انا عارف يا ناوي. ايوه ركز معايا. لا مركز. السؤال الثاني. ايوه الاهلي والزمالك ويه؟ الاسماعيلي. الله يا جابر. الله يا جابر. ويهكسب 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 ان شاء الله. السؤال الثالث ركز فيه. مركز. اوكا واه. اورتيجا. لا اوكا وما يكسب. اعمل ابديت يا جابر على طول. في حاجات بتتغير والله. يا غريب قوي يا اخي السيد. أيوة. انت بتشغلني ايه؟ عارف هنخش دلوقتي بقى في ايه؟ اسئله اكمل الامثله. اكمل الامثله. جاهز؟ جاهز. يلا السؤال الاول. يلا. ان جالك الطوفان زمر له. يابا هتفضحنا يابا. ركز بقى في المسابقه. يخبط ايه؟ ماشي. السؤال الثاني. يلا. العجل السليم فيها؟ في البغل العظيم. طبيت يا ابو ايه اللي بتقوله ده؟ عشان الزكاوي يا والي. ركز يا جابر. ماشي. السؤال الثالث. يلا. ان كان لك عند الكلب حاجه تقوله؟ قوله يا اسقس. بص 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 يا وعملتي مقلب فيه وعملتي مقلب فيه ما تفكرش عليها دي. ما عملتي مقلب. يلا رجع الكاس. يا بقول لك ايه يا ولا؟ اتبسطت يا ولا؟ ايوه. عملت اللي انت عايزه؟ اه. افهمني بقى. ايه؟ احنا هنعمل اتنين مهندسين. تمام. تمام؟ ماشي. وانا هقف عند الباب الامامي وانت هتقف عند الباب التاني. عارف هتقف ايه؟ ايه؟ لا درجي. لا هبص هبص. تاني مش تاني. يا جهان يا جهان يا ست الكل. ايوه يا ابني. تعالي يلا عشان هنبدا مفيش وقت. خلصت الحدوته؟ حدوته ايه يا ابن حوار حازم؟ يا خلاص حوار حازم قلت لك انا هخلص انا بس طيب. انت ابدا يلا واتكلي على الله. انجز. طيب يلا يلا. ايش 3 2 1 هوا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المستمعين في البرنامج اللي كلكم بتحبوه. كل عام وانتم تمام. النهارده البرنامج مخصوص علشان خاطر عيونكم اتصالات وبس. يعني مفيش اي ضيوف. مفيش اي ضيوف النهارده البرنامج. اتصالات. اهو ما اتكلمتش اهو. حطيتها وانا ساكت. اهو يا ده اسكت يالا. ما انا ساكت والله. حطيتها بهدوء. يا اسكت ما تتكلمش. اللمبه الحمراء يا سعيد. اعرف ان انها حمراء. انا بره. شوف لي الحماره اللي بتدهوس في غاز البرسيم كل شويه دي يا سعيد. يا استاذ انا جايب لك الشيشه يا استاذ عشان صوتك يحلو. شيشه ايه وزفت ايه اللي انت جايبها؟ شيشه ايه دي؟ والله معسل القص رايق يا ابني. بشرب تنباك. هجيب لك تنباك. حاضر حاضر. انا اسف انا اسف يا اساتذه. انا اسف. هو ده. السلام عليكم يا ابن انجز. امشي يا غلس. اخلص. يلا كملي كملي. رجعنا رجعنا لكم تاني علشان ناخد الاس ام اس. اسير العذاب بعد بيقول هاي يا جيهان بنشكرك بجد على اللوك بتاعك التحفه. الفستان هياكل منك حته. ميرسي قوي يا اسير. ما تشكرنيش انا. اشكر استاذ هاني البحيري هو اللي صممه عشان الحلقه. كمان مصدومة بجد بعتها بتقول أنا حزينة 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 إلى آخره. أنا حزينة والله على حزنك. حزينة. أوكي. كمان في رقم اسمه 4 وحايد آخره 4 وحايد بيقول انفصلت أنا ونهلة حبيبة قلبي مبارح شفتها ماشية مع كورشي صاحبي. وحابب يسمع أغنية الدنيا ملهاش عايزة الصحاب في أجازة. هنلعبها التراك اللي جاي. ايه ده؟ ايه اللي بتقوليه ده يا ابني؟ ايه اللي بتقوليه ده يا ابني؟ ايه؟ شوف لي حسان يا ابني. اجيب لك حسان. عمال ابلى املى برسائل يا ابني. شوف لي حسان وايمن. عمال تسعى علينا. خش تعال. ايه يا عم؟ يا رب. صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير يا أستاذة جيهان يا مطكو. ميرسي. اتأخرتوا ليه؟ لا والله الطريق كان زحمة والدنيا عفار. معلش يا أستاذ. اجري على لقمة عيشك. اجري. يلا مفيش وقت يا أيمن. يلا يا عم. استنى اما البس الشبشب. يلا يا ابني شغلني. يلا 4 3 2 1 أيمن هوا. انتوا دلوقتي بتسمعوا برنامج كل عام وانتم تمام مع جيهان مدكور.
رجعنا لكم تاني وهنستقبل اتصالاتكم. معانا اول اتصال من محمد. الو، ازيك يا محمد؟ الو ما تقوليش يا محمد، قولي لي يا حمام. حمام، وانت فين بقى يا حمام؟ طاير ولا ايه؟ فينك؟ لا انا على الدائري. طب فين الريس والكلاكسات والحاجات؟ فين؟ سريع قوي كده يا محمد، خطر على حياتك يا محمد. كده تمام؟ كده انا معايا تمام. انت تمام؟ انا حاولت اهدي. صباح اللوز يا لوزة، ابو بيت الحياة، كلمة الحلوة يعني، بالصلاة على النبي، احنا اللي كتبنا على علبة ام الروبورو، لازم كل شاب ياخد دوره. واحنا اللي كتبنا على علبة البلامونت، محدش يعرف يعمل معانا اي بنت، وسوبنا على مصر، الاستاذة جاني الاصل. تسلم لي يا حمام، ميرسي قوي. حمام، ايه رايك في موضوع الحلقه النهارده؟ الله يحنن عليك، الله يرضيك وينجح لك ام قاصد. انا اصلا بحب السبح بسوق حريتك يا كروان، يا كروان قوي. والله انت اللي كروان، والطيور كلها بتحبك يا حمام. كوبايه تقول له كوبايه، الاستاذه جان دي حكايه، حط كاس على كاس، الاستاذه جان هي الاساس حياتي. حبيبي يا حمام، ميرسي قوي. وناخد اتصال تاني من ام كريم. الله. هلو. الله. هلو. الله. نتعرف بيكي؟ الله. طيب ممكن نعرف اسمك؟ الله. هلو. الله. هلو. 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 الله. هلو. مساء الخير يا استاذه جيهان. مساء الفل. انا مديحه. اهلا يا مديحه. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك انتي؟ ثانيه واحده يا صفاء، اقفلي الباب والنبي. ثانيه يا حبيبتي، فيد البنا بس هموتها واجيلي. معاكي يا حبيبتي. قولنا بقى، ايه رأيك في موضوع حلقة النهاردة؟ اللي هو ايه؟ المانجا ولا الكوكا، مين فيهم احلى؟ في ناس بتقرف من الكوكا، خلينا في المانجا. تمام. قولنا رأيك، انت فين كده مش سامعين؟ انا عند خالتي ام جرجس دلوقتي. اهو، وفي صوت قطر سبحان الله معدي بالصدفة تحتينا. وصوت قطر حقيقي حقيقي، يعني زي ما انت سامع كده. حقيقي حقيقي. طبعا واقعي جدا. والنبي بالنسبه لمشكله القطارات دي، كلمنا السيد المسؤول بس عشان سواقين القطاره كلهم متهورين. اول امبارح سواق القطر جه تحت البيت وقعد يخمس يخمس يخمس، عمل عفره بوظت الغيارات الداخليه كلها اللي على الهدوء. حقيقي حقيقي، سواقين القطاره بقوا متهورين جدا. لا يا مدام، يا ام بوك مليان، لا الحوجر الجيران ولا هات يا ام فلان ولا هات يا ام علان، اوكاسيون على كل حاجه حتى الدجاجه. اهو ده في سوق تحتينا اي حاجه قديمه، الالمونيا القديمه، البوتاجازات القديمه، الغسالات القديمه للبيع. الخلاطين عديمة، العيال العديمة، الشغل العديمة، الحاجات اي حاجة عديمة للبيع. حرام كاش. اي حاجة عديمة، الالمونيا العديمة للبيع. بص بعينك يا حبيبي. تحبي تقولي حاجة تاني لأصدقاء البرنامج؟ انا بس حبيبي احمد سابني امبارح، انا بس عايزة اوجه له اغنية. اتفضلي. ارجع يا احمد والنبي يا احمد، طب هاتي الخمسة جنيه اللي عليك يا احمد، يا بركشن كفاية بركشن يا احمد. ايه ده الاستاذ ده عامل صوت واحدة وقاعد بيكلم الاستاذة وقاعدين جنب بعض؟ انت بتقلد صوت الستات؟ ايه ده؟ ايه يا استاذ؟ ما هو والله ده بيكلم الاستاذ قاعد جنبها. عشان نجيب اعلانات يا عم. اسكت. نصابين يا اسكت. نصابين. اسكت يا حبيبي. انا اسف. انا اسف. كمل يا استاذ، حضرتك في صوت البنات عسل.
يا احمد بحبك يا احمد. اقعد معاهم بعرف اعمل اعمل كلب في الشارع مع حد. اخرج برا. هاو هاو هاو. كلب كلب في الشارع. منوراني. الله الله. ايوه يا حبيبتي بس كده خلاص خلصت الرساله. طيب تحبي تسمعي اغنيه ايه؟ نقلنا حاجه على ذوقك. انقي لك حاجه على ذوقي. ونخرج فاصل ونسمع اغنيه علمني الام والنبي يا احمد. ودي انا اجيبها منين دي انا بقى؟ نسمع اغنيه ما اشربش شاي اشرب ازوزه انا. يعني انت بتعجزيني؟ ما نسمعه ما تبصها ام احمد. نخرج فاصل ونسمع اغنيه على ذوق ايمن. لسه فاكر قلبي يدي لك امان ولا فاكر كلمه من ست جهان والله وصله توصل المرجب حلوان لسه فاكر كان زمان لسه فاكر كان زمان تعم بابا 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 بابا. ونلقاكم بعد الفاصل. حلتها لك اهي. ماشي مية مية. اصلي راح فين؟ هروح دورة المية اشوف لي بقى حوار حازم. انت شاربة بيرة يا ابني؟ بطل افك يا ابني. كل شوية راح على الدورة شوف لي حوار حازم يا ابني. حاضر. انا بطل غباء والله العظيم. هتصرف. يلا روح. يا رب هتكنا. يلا امشي عشان ما يحصلش مشاكل دلوقتي على الدنيا هنا. روح الحمام. دي حاجة غريبة قوي. ايه ده؟ يعني ايه ان انا ما ادخلش على الهوا؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا سعيد يا سعيد. يعني ايه ما ادخلش على الهوا؟ انا جيت لغايه هنا وانتوا اللي طالبيني. ازاي ما ادخلش على الهوا؟ ما هو في شويه لخبطه. لا اللخبطه دي من عندكم ولا هواري بقى صاحب المحطه ما عارف ان انا جاي اقول لكم ما تطلعش على الهوا؟ لا الموضوع مش كده هواري. امال ايه؟ لا بقول لك ايه، انا المحطه دي انا بنيها كلها على كتافي، ان الهواري بقى يضحك عليا ويخرجني من الشراكه وما يدينيش ولا مليم لغايه دلوقتي. ده موضوع تاني. ايه ده؟ انت ما خدتش ولا مليم لغايه دلوقتي؟ ولا مليم. انا لو منك ما طلعش في الحلقه. يا سلام. ما طلعش. طالع في الحلقه غصب عنك وعن هواري. لا ما هو مش اصلي مش بمزاجي. امال بمزاج مين؟ الميكسر بايظ وبيهنج. ميكسر ايه؟ انا جايب احسن ميكسر هنا في المحطه. لو في اي مشكله ابعتوا شوفوا المهندس المسؤول. مهندس المسؤول ازاي بس يا سعاده الباشا؟ انتوا بعتوا للمهندس؟ احنا بعتنا للمهندس. قال هيبعت هيبعت قال بعت الفني هيجيب اثنين مهندسين. لا يعني في اثنين مهندسين جايين. اثنين مهندسين جايين. ماشي انا استنى ما يجوا يصلحوا. يا جميل تعالى يا جميل. ايوه ايوه يا باشا. شوف الباشا يشرب ايه. شربات الباشا. روح يا ابني اعمل لي الشاي بسرعه عجل. ايوه هو قرفان مني ليه؟ ايه اللي قرفان مني؟ انت ساعي يا ابني، انت ساعي فراش، انت فراش. أيوة. انت فراش بواب زبال، دي الادوار اللي بتليق فيها يا ابني. يعني هديك ادوار ايه؟ مغلبني. هوديك فين؟ والله بعرف اعمل ادوار تانية. يعني ينفع تعمل مهندس؟ والله اعمله باش مهندس. هتجود فيه يعني. وده ينفع يعمل فراش؟ اعمل فراش. تعمل فراش ازاي؟ اعمل فراش دلوقتي هيعمل. اعمل انت فراش واعمل انت اللي هو المهندس. ما غيرنا الاضواء. يلا انت المهندس. ماشي. ايوه تعال وريني. انت مهندس وانت فراش، هتعمل فراش ازاي؟ روح يا ابني هات لي شاي. حاضر هجيب لك شاي اهو. ايوه برافو. كل ما تزود العبط هيبقى احسن. ها روح هات لي شاي. اعمل زيه. اعزائي المشاهدين احط شاي على القهوه؟ لا ما تقلقش، خلي ليك شخصيه مستقله. هتعمل الشاي ازاي؟ اعمله وحش قوي. انا ممكن اعمل الشاي على تراك والسكر على تراك ونعمل ديزولف ذوبان ابن ناس. ده ينفع يعمل فراش ازاي؟
انت ينفع تعمل بقى مهندس؟ يعني عملوه احسن منه. ورين بيعمل ايه؟ بيطلع الناس على الهواء. يلا 3-2-1 هواء يا اساتذة، كله ارجع المايك. ده سايس ده، فاضل تقول تعال تعال تعال. ده اخرك يا ابني. بحب الادوار دي، مش عارف. روح على دورك. اجي تعال عمد، انت دورك رخم. لا لا انا جاي معاك، انا خارج معاك. ايوه هاخده معاك. يلا انا مستني اطلع على الهواء. ايوه ان شاء الله. وخدوا البتاع دي، وقعت من حد. دي بتاعت حد. يلا هات هات المحطة. محطة باظت من ساعة ما انا سبتها. السلام عليكم. عليكم. يا لهوي نسيت المنقلي. نسيتها والله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انتوا مين حضراتكم؟ احنا المهندسين. مهندسين مهندسين ولا حي المهندسين؟ لا احنا المهندسين اهو، نعمل ايه تاني؟ انتوا لسه في الجامعه يعني ولا ايه؟ لسه جايين من لجنه. يعني خلصت امتحان جيت؟ لسه والله متجلس حال. يعني انتوا مهندسين؟ ايوه ايوه صح. المسطره اهي. وايه دي؟ ايه ايه. اهلا وسهلا. عموما اللي انا عارفه ان الميكسر بايظ، فيا ريت بسرعه تصلحوه لان احنا هنطلع الهوا على طول. ماله؟ الميكسر بايظ. ليه؟ حصل بقى نصيبه يعني، باظ تقريبا هنج او حاجه. ايه؟ يعني الميكسر هنج. ايه هنج دي؟ يعني 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 حد زعله يعني ولا جه شمال شويه ولا ايه؟ حد زعل ايه؟ لا اكيد في سلك بايظ، اكيد في حاجه بايظه، ممكن يكون هنج فمحتاج تعمل له ريستارت مثلا. مش فاهم. بص يا باشا انا حراميه والله العظيم، حراميه وجايين نسوي ايه؟ ايه دي؟ ما تقولهاش انت يا غبي، ما تبقاش غبي. يكشفنا والله. لا يكشفنا ليه؟ ما حدش فاهم حاجه. معلش انا اسف، هو الاخ كان بيقول احنا حراميه بقى. لا لا ده كلام، ده كلام فاضي، ده عيل صغير ما تاخدش على كلامه. هو ده مين بالنسبه لك يعني؟ ده ابني. ابنك؟ ايوه. ما شاء الله. وجاي بتدربه؟ بتدربوا على ايه؟ دربوا على الهندسه. دربوا على الهندسه؟ ايوه. يعني مش فاهم يعني حضرتك. عموما الميكسر بايظ، فيا ريت. الميكسر اتكسر. الميكسر اتكسر ولا حصل له ايه؟ الميكسر اللي هو بتاع الصوت. ايوه بايظ، فمحتاج ان احنا نصلحه يعني. يا سلام، ده يعني ده انتوا تؤمروا يعني نصلحه يعني نعمل له والله إيه؟ العظيم احنا حراميه. يا ابني في ايه؟ كشفنا والله. كل ما لغوش ترجع كاننا كده. ما تعمليش كده حضرتك، في يعني خلاف بينك وبين اب وابن. بص يعني يا باشا، انا اصلا بكره ابويا ده، انا بحب خالي. يا ولا ما تصدقش في الكلام يا ولد. لا اصدق. مش مصدق في الكلام. كلام ايه؟ اللي يقول لك الخال والد. والله هو مصدق ان الخال والد. فاكر ان خاله هو يا ابني. انا ابوك يا ولد. لا خالي اللي ابويا. والله انا اللي جبتك. لا والله خالي اللي جبتك. ده كان لسه صغير خالك. امي كانت لسه صغيره. ايه دي؟ ايه العند دي؟ هنا دي قوي. يعني حضرتك هو مش مقتنع بيك كأب يعني خالص. بس يعني هنعمل ايه؟ اهي الدنيا. يعني واضح ان عندك مقاس كتير. عموما هنتكلم في المقاس بتاعكوا اما تخلصوا تصليح الميكسر. اتفضل. ماله الميكسر؟ بايظ. بايظ ازاي؟ انت صعبان عليك الميكسر؟ يا عين الميكسر بايظ. يا عيني على الميكسر. يا عيني. لا وكان جاي جديد وزي الفل والله. يا عيني عليه. طب وسايبينه ليه لوحده الفتره دي؟ انت قلبت على حاجه ليه كده مره واحده؟ خدوا الحقوق. انتوا اللي خدوا الحقوق. ما تقلقش والله العظيم هنصلحه. ما تقلقش. وانتوا جايين تصلحوه؟ ايوه كل حاجه. المرزبه دي عشان ايه؟ مش لما التلفزيون يبوس عندك في البيت بتعديله وكفي يشتغل؟ الراديو لما يبوس لازم تجيب البتاعه دي وتنزل عليها. يعني انت تقدر تشيل البتاع دي وتنزل عليه؟ ان شاء الله. اقول يا رب. يا رب. وريني كده. مش هنشوف بقى بعدين. وريني. يا حاسب ما يداش ديش الدنيا يا ابني. تقيل اعمل ايه؟
معلش. عموما المكسر جوه، اتفضلوا خشوا صلحوا المكسر جوه. يا لهوي على المكسر دي، الله صعبان علي الواحد مرمي. يا عيني يا عيني عليك، انت بتجره اعمل ايه؟ يلا يا ابني يا ابني يا ابني يلا يا ابني خلاص تبقى ايه، يلا اتكل على الله. يلا اللي هنا هو. هو هنا. بقول لك ايه، ايوه، هو ده الحريمي ولا الرجالي؟ ده الاوضه بتاعت الكنترول، احسن جايين من سفر والله. عموما الاوضه كبيره، براحتك يعني. ماشي ماشي. يا رب يا الله يا نهار ابيض يا سلام يا 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 يا. وانا من صعيد الجواني والبت حلوه وعجباني، انا من صعيد الجواني والبت حلوه وعجباني يا يا. انا من صعيد بتتكلم فيه، هو ده اللي بايظ بقى. ايوه خلي بالك، ده ازاز. ده ازاز يعني ما تعديش ايدك منه كده. ها ايه دي؟ ايوه مال المكسر بايظ يا عيني. يا كبدي على المكسر يا كبدي، والله كان زي الفل. يا لهوي يا لهوي، ده كان خاطب ميكروفون، كان خاطب ميكروفون. يا محمد يا لهوي، يا لهوي والله ما كانش يوم. يا لهوي يا بنتي يا يعني كان والله كان غلبان. انتوا جايين تندبوا النهارده وتصلحوا بكره. كان غلبان. كان رايح اختبارات الاهلي والله المكسر. يا لهوي معلش يا اختي معلش، تعالي تصلحوا والاستراك. والله الاستراك يا ابني بس مفيش في ايه. وجع مات، ده وقع بجد، دماغه ماتت. فاتك خلاص اجري فاتك. يلا صلحوه تعال. ماشي ان شاء الله. انا مش فاهم، انا مش فاهم، كل حاجه غلط في الاستوديو ده. ايه ده انت لسه هنا؟ طبعا لسه هنا. ما مشيتش ليه؟ وامشي ليه؟ انا هطلع على الهواء، وبعدين المهندسين اللي بعتتهم الشركه جم دخلوا يصلحوا المكسر. هم شكلهم غريب شويه بس اكيد هيصلحوا. لا مش هيصلحوه اكيد، مين اللي قال كده؟ هم قالوا ان هم هيصلحوه والشركه بعتها. ثانيه واحده ثانيه واحده. دي سمسمه. سمسمه مين؟ سمسمه دي اشهر راقصه في الوطن العربي. يا سمسمه، عرفت توصلي للاستوديو؟ هو ده. ايوه الباب بقى نفسه، زقيه وخش. يلا تعال. ايوه يا بيبي انا جيت اهو. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الاستاذ سعيد ده مهندس الصوت عندنا في الاستوديو هنا، والفنانه الراقصه سمسمه اللي مكسره الدنيا كلها. طبعا طبعا الفنانه سمسمه دي اشهر من فلفله. دي اشهر رقاصه طبعا. ليه؟ هستضيفها النهارده معايا في البرنامج باذن الله. ايه ده هتستضيف رقاصه معاك في البرنامج؟ طبعا. والناس هتشوف ايه كده بقى؟ يعني مش فاهم. ده أول مرة، ده سبق كبير جدا، أول مرة رقاصة تطلع في الإذاعة، والناس اللي بيسمعوا بقى يتخيلوا براحتها. أيوة أيوة أيوة. اللي يتخيل مناخيرها، اللي يتخيل عينيها، اللي يتخيل ودانها. بس أنا أتخيل بقى زي ما أنا عايز. يعني مثلا هي الرقاصة إيه غير ودان ومناخير وعينين يعني؟ يعني تطلع مثلا تقول إيه؟ بيريب بيريب بيريري ريب مناخير بقى. بالظبط، يعني كل واحد يتخيل اللي هو عايزه. تخيل بقى انا حر. لعلمك النهارده هتبقى حلقه جامده جدا ان شاء الله، هنكسر بيها الدنيا. هو انت هتطلع من الفصل خالص؟ يا نهار اسود. جه ايه ده؟ جه برضه رحت جبتهولي، رحت جبته. استضيفه انت بقى. لا مش هينفع استضيفه انا. يا سعيد مش تقول لي من الاول ان البرنامج تقديم الاستاذه يعني تكلموني وتخليوني اسيب اشغالي عشان اجي معاكم، وفي النهايه الاستاذه هي اللي بتقدم البرنامج؟ هو في غيرها بيقدم برامج عندنا؟ ماشي ماشي مفيش غيرها. انا عموما هطلع البرنامج. احنا قدامنا قد ايه؟ احنا قدامنا 10 ثواني ونبقى هوا. يلا يلا. طب دورها انت بقى، مش هتكلم. ماشي انا هخش اول ما تدخل هوا، اللي عايز يقدم يقدم. يلا طيب.
تفضل. 4 3 2 1 استنى اتقل. انا مش فاهم، انا المذيع اللي اقصر من الكرسي دي. 4 مش عارفه تشقلطي ولا ايه؟ ادخل. تفضل. 4 3 2 1 ايمن. هو توميتو توتو هو توميتو هو توميتو توتو هو توميتو اسمع غني على هوتوميتو راديو 00.8 ورجعنا لكم تاني علشان ناخد اتصالاتكم وبس. ما فيش اتصالات. ها فيش اتصالات. اقطع. هلو. اقطع. طبعا الخط ما تقطعش كده غلطه. وبالمناسبه دي هنتهز الفرصه وارحب بالاستاذ حازم بيه. اهلا حازم بيه، معانا النهارده في البرنامج. اهلا وسهلا بالمذيعه المتميزه جيهان مدكور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. ممكن تعرفنا بالضيفه الجميله اللي حضرتك جايبها معاك في البرنامج؟ الفنانه سمسمه اللي هزت وسط البلد كله. الفنانه سمسمه يعني لاول مره بتطلع في الاذاعه، وهي فنانه ليها مستقبل كبير قوي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيكي. وانت يا سكسكه سمسمه يا حبيبتي. تن ترارارن تن تن. اسمها سمسمة، خلي بالك انت غلطتي، بس اسمها سمسمة. عفوا عفوا. اهلا سمسمة. نحب نعرف تاريخك في الكباريهات والموالد والشوادر. انا طول عمري من وانا صغيره كنت بروح مع مامي. نطلع نسمع الاغنيه اللي بيحبها حازم بيه، ارضك بتنده تعالى. يا جهان يا جهان بتهزري يا جهان؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ انت بتخرجي فاصل يا جهان؟ معقوله معقوله تهرجيني على الهوا كده؟ وايه علاقتك بيها وازاي مش عارف ايه؟ ايه الكلام الفارغ ده يا جهان؟ خلاص بقى، ما انا هعمل لكم ايه؟ مش بتلبسني، دورها انت بقى. ماشي يا جهان ماشي، انا بقى مش هخليكي تكملي في المحطه دي يا جهان. يعني ايه ان انت مصاحب سمسمه ويعني ايه سكسكه؟ بلاش الكلام الفارغ. وايه النفسيات دي؟ انا كانت غلطه في حياتي يوم ما اتجوزتك اساسا. والله غلطه، انا اساسا كنت رايح للصوت، ما شفتش الصوره ابدا. يعني المذيع يفضل طول الوقت الناس عارفينه صوت، اول ما بيظهر خلاص كله بيقع. انا غلطت اساسا. انا اللي غلطانه اصلا ان اتجوزت واحد زيك يطلقني بعد تاني يوم اول ما يعرف صوتي الحقيقي. ايوه ميرسي قوي. وانا كمان عرفت انك متجوز عليا. انا اساسا متجوز، انا اتجوزتك عليها، وما تجيبيش سيره الجزمه اللي في البيت. انت متجوز؟ دي مفاجاه كنت محضرها لك. شوف بقى الرقاصه اللي هتتجوزها. هيتجوز رقاصه؟ مش كده يا حزومي؟ النقله في الاداء دي غريبه قوي. ايوه طبعا يا قمر، طبعا طبعا. وبعدين انا استحاله اتجوز راجل متجوز، انت لازم تطلقني. احنا على الهوا، احنا على الهوا، احنا على الهوا. مش تقول احنا على الهوا، ما انا الميكسر بايظ. الميكسر بقى ايه؟ اتصرفي اتصرفي يا جهان اتصرفي. كل ده اتسمع، كله اتسمع. بسرعه اتصرفي اتصرفي. يا نهار اسوح. وده كان جزء من الحلقه الدراميه اللي حضرتها النهارده علشانكم. ومحتاجه اسمع اتصالاتكم، عايزين تكملوا الحلقه ولا لا؟ مستنيينكم. معقوله يا جهان؟ معقوله جهان انت اتجننتي؟ حلقه دراميه ايه هنجيبها من الحلقه الدراميه دي؟ اخفى دلوقتي، قلت اي حاجه. خلاص سامعها هي. كويس ان هي اتصرفت، كويس ان هي اتصرفت. المشكله بقى في مراتي، انا مراتي ما بتقفلش المحطه دي خالص. يا رب تكون ماتت قبل ما تسمع الحلقه، او يا رب تكون سمعت وبعدين ماتت، او في النص الحلقه تكون ماتت فما كملتش، مش عارف. المهم تموت وخلاص. انا مش خايف من مراتي ولا حاجه، بس ايه بقى ده؟ ايه اللي حصل؟ ده اللي حصل على الهوا ده كان بجد؟ ايوه كان بجد، كنا على الهوا. الميكسر بايظ يا يوسف، انت هتبص لي وتعمل لي كده وانا اعمل ايه؟ دي فضيحه يا ابني. ايوه طبعا فضيحه، وكويس ان جهان اتصرفت وقالت ان ده مسلسل درامي وبتاع. انا مش هممني اي حاجه، يعني مش هممني اي حاجه. انا مراتي بقدر اعمل لها كنترول، ولا تقدر تتكلم، يعني مجرد ما تقول كلمه انا بسكها على طول. الا مراتي يعني. هو فين؟ مراتي مراتي هو فين؟ ناديهولي هو راح فين؟ يا
ايوه فعلا، ايوه الالترس كلهم بيقعدوا هنا فعلا. انت جيهان؟ لا مش انا، تعالي كده. انت طبعا مش جيهان. ايوه تعالي كده. انت جيهان يا حلوه الملامح؟ حضرتك اللي مش جيهان بيروح في اي ناحيه؟ كلمه ورد غطاها. انت جيهان حقيقه؟ تعالي بقى حلال، الله اكبر كده. خلاص خلاص يا امال. خلاص ايه؟ خلاص يا امال، هي دي اللي انت رايح تتجوزها عليا؟ فيها ايه زياده عني؟ بالونه زيها زيي، بس هي بالونه بجنيه، انا بالونه بخمسه جنيه اللي بيتحط فيها الرز وتعملها كده دي. ايوه فعلا، ايوه فعلا، البالونه اللي بيتحط فيها الرز فيها شوالين رز اهو لغايه دلوقتي. حاضر. وانت يا بت، انت سمسمه؟ اه. انت اللي بترسمي عليه؟ اه. عايزه تتجوزيه قطه؟ نونوتي له يا بت؟ نونوتي له؟ ده انا هقطعك. تعالي بقى كده. استني بس. تعالي كده. انا فاهمك. تعالي كده. انا فاهمك بس هفهمك. انتوا رايحين فين؟ يا امال. تعالي. يا امال ما ينفعش، يا امال ما ينفعش. يلا مع بعض، كله مع بعض. يا جماعه ما ينفعش. اسمع سقفة كبيرة. يلا يا عم بوحة، يلا اجري. صبح يا عم الحاج. انت بتجري رايحه فين يا بنت؟ يلا بس يا بنت تعالي هنا. الله الله الله. كهرباء، شد الكوبس. ده انا هكهربكم كلكم. انت جاي تشد الكوبس هنا في الاذاعه؟ ايه اللي بيحصل؟ هواري هواري، حصل مشكلة عندكم في الميكسر، فيعني حبت جيهان تتصرف فقالت بس الموضوع ده يعني، فكله تمام ما تقلقش، كله تمام. ايوه مين السبب في المهزلة اللي حصلت من شوية؟ أنا السبب، وأنا اللي هقفل لكم المحطة دي. ده أنت اللي هتولعي لنا المحطة وتخليها في السما. يا هواري مهما كان برضو المدام. وبعدين ما هو اصل انت مش فاهم ايه اللي حصل. الخناقه اللي حصلت ما بينكم اتحولت لحلقه دراميه والناس متابعاها موت، والاعلانات بقت كده على الاذاعه. يعني جاي لك مكسب زياده كمان. طبعا ماشي. والناس هتموت وتعرف ايه اللي هيحصل ما بينكم. ابوس ايديكم بقى، الناس بتحب الفضايح. يعني انت طلق دي، وانت اتجوز دي، وانت هاخدك وانا ماسك. ماشي، انا مستعد اولع لك المحطه بتاعتك دي واجيب لك اعلانات قد اللي جات لك 10 مرات، بس على شرط نسبتي ترجع تاني في المحطه 50%. هترجع النسبه؟ الفلوس اللي انت واكلها عليا ترجع لي. حاضر. ابقى انا في مجلس الاداره. هتبقى انت مديري كمان، وانا هعيش خدامك طول العمر، بس الحلقه تكمل. اكمل لك الحلقه. خلاص. بص بقى، الموضوع ده الليله دي انا اللي شلتها، وانا اللي عملت السبوبه دي. عايز 20%. هديك 20%. خلاص حازم، مش هكمل البرنامج الا لما تقطع علاقتك بهناء وشيرين دول. خلاص هقطع علاقتي بيهم. ايه ده، انت مش هتتجوزني؟ هقطع حته صغيره بس. حازم خلاص يا ستي، قطعت علاقتي خلاص. هتجوزك انا يا عسليه؟ انا اصلا بموت في النسوان. المهم الحلقه تكمل يا جماعه. ها ماشي. يلا اربعه 3 2 1. هوا بتخوني يا حازم مع الاثنين دول؟ عايز فضايح. عايز فضايح؟ صراحة أنا مش أول مرة أخونك. إيه؟ أنا خنتك طول عمري، خنتك من قبل ما أتجوزك، خنتك في كل حتة، خنتك في الاستوديو، وخنتك في البيت، وخنتك في الغيط، وخنتك في الراديو كمان. الراديو! أديني فيك. خش يابا. أديني فيك. ارفع ايدك، يدك فوق. ارفع يدك فوق، ارفع فوق. هو انتوا ايه؟ انتوا حراميه فعلا بقى. ماسك ار بي جي؟ داخل علينا بار بي جي؟ ايوه. ايه؟ ايوه. ماشي حاضر. اتفضل حضرتك، عايزين ايه؟ طب احنا تحت امركم، طلباتكم ايه؟ فكونا الراديو وهاتوه، عايز احطه في العربيه. عربية ايه اللي تحط فيها الراديو ده كله يعني حضرتك؟ ماليش سؤال يا ابويا اللي جالي كده. ما انا هقول لحضرتك، انا كيف اقول لحضرتك؟ هتفك الراديو ولا لا؟ الراديو ما بيتفكش. يا لهوي يا امي. ما جاتش فيه. ما جاتش ايه؟ يبقى اللي جاي هتيجي.
من الراديو ولا بيتفك منين يا ولد؟ يا عم ده راديو كبير ما بيتفكش. يا سلام انتوا غنين غبي انت كمان. امسك ده. فاضلش غيرك. ايه؟ قول على الحقيقه. اقول ايه؟ قول بدل ما تموت. الراديو بيتفك؟ الراديو بيتفك؟ ولا امشي. ما جاتش فيا في ازاز. الراديو بيتفك انا افكه لكم. حاضر يلا افكه لكم. بس قبل ما افكه عايز اقول بس للمستمعين لانهم سامعيننا دلوقتي ده مش جزء من التمثيليه ولا حاجه، دول اتنين دخلوا اقتحموا المكان وعايزين. حاضر حاضر حاضر. اقول لهم كلمه واحده بس، كل عام وانتم تمام. احنا سمعنا مره زمان على حدوته اسمها سندريلا، احنا سمعنا مره ناس على حدوته اسمها سندريلا، النهارده هنشوف يا ناس تبطلنا زي تريلا. كان أول واحد يجيب التريلا زي التريلا ابن عطوة. تريلا أول واحد يجيب التريلا وكان متجوز انشراح انشراح يا ابوي منافلة. عايشين عيشة هنية والناس كانوا بيحسدوهم، دول كانوا عايشين عيشة هنية والناس كانوا يحسدوهم. صحيوا من النوم مرة يا ابوي ما لقوش عطوة صاحب التريلا. يا انشراح ما تحملش هم اهو قال حزاك الدهل، قال يا انشراح ما تحملش هم انا هكون معاكي هكون معاكي بدل التريلا. لا 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 ولا 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 اطلع من تريلا اقع في دهول. قالت يا زمان كفايه ذل اطلع من تريلا اقع في دهول. سيد قال هتتجوزي ليه يا ماي؟ قالت له ذل راجل ولا ذل تريلا. هذاك الدور
سيد كويس اتزوجها زاكي الدهل وكان بيعامل سيد كويس لحد ما ماتت امه وسيد لا عنده خال ولا حتى عمه. اتجوزها ذاك الدهن وكان بيعامل سيد حلو لحد امه ما ماتت وسيد لعنده خاله ولا حتى كمان عمه وكان متجوزها ومخبي عليها انه متجوز ومعاه تلات عيال كان مخبي عليها الدهن اللي كان مخبي عليها انه معاه تلات عيال ولما ماتت امشي راح منافله جاب العيال وقعد في البيت واستولى على البيت واستولى على سيد وبرضه استولى على خدت بالك مني ياد زمان ده انا كنت بعمل كده كنت خاربها خلاص كده يا دادي البيت كله بقى بتاعنا تقريبا يا حبيبي ما تقولش تقريبا يا بابا ولكن قولي ايه ان شاء الله نعم الصدق والوضوح هم اهم شيء يا ابيض يا اسود يا احمر يا اخضر يا اصفر يا ازرق يما يا حبيبي هو انا باخد رايك في دهانات الشقه ما تعفرتنيش اسمعوا يا اولاد انا معايا عقد البيت بس ناقص عليه توقيع الزفت سيد ده خلاص احنا نطرده ونرمي لك لابس سكك تنهش في لحمه واذا مرضيش يطرد خلاص نزعق له جامد بقى او نجرحه في مشاعره ما ينفعش اطرد سيد يا لولو يا حبيبي ليه يا دادي اخلاقي يا اولاد اخلاقي ما تسمحليش ان اعمل كده مع سيد بارك الله فيك يا دهل معنى يا اولاد ان احنا نطرد سيد ده معناه ان احنا لازم نجيب شغاله مكانه وشغالها تقعد تقول لك مش عارف عايزه ايه اجازه مصيف واجازه وضع لكن سيد لو راح يومين جمصه مصيف مش هيطلب اجازه وضع ليه بقى يا دادي مش هيطلب اجازه وضع عشان هو راجل يا لولو يا حبيبي ايه ده يعني انا لما اتجوز مش هاخد اجازه وضع يا خساره بص انت يا لولو على حسب انت يا لولو يا حبيبي على حسب وبعدين اسمعوني يا ما تعفرتونيش شغاله دي هتقعد تقول لك عايزه ساعتين اوفر تايم وعايز ياخد بالدولار لكن سيد ده يوم ما هيتكلم هياخد على قفاه ايوه انا بقى عايز واحد ياخد على قفاه ليه بقى لان انا داخل بطوله الملاكمه اللي جايه وعايز اقول لك ان الملاكم ما هو حاجتين الشمال بتاعته واليمين بتاعته الشمال بتاعته لو قلت اليمين ترجع على طول اه ده عنتر الله يسلمك يا حبيبي كده ياد ايه رايك يعني نخلي سيد ولا نجيب مكانه شغاله نخليه لان انا برجع من التمرين مهدود وبقى محتاج حد يجهز الاكل على طول بسرعه عشان نسخن بعضينا وانت ايه رايك يا لولو يا حبيبي لا احنا لازم نخليه انا ما بعرفش اعمل اي حاجه لوحدي يا دادي انا بحتاجه يسشوار لي شعري ويخش معايا يعمل في الحمام ويعمل معايا كل حاجه انا ما بعرفش اعمل حاجه اصلا ولا انا عايزك تبقى زي اخوك يا بطل يا لا يا عم انت بص انت عنيف قوي انا ما بحبش العنف انا اعلمك يا الملاكم حاجتين الشمال واليمين الشمال بتاعته لو قلت اليمين ترشع على طول اولا ده عنتر اسمع يا حبيبي اسمع انت رايك ايه يا عبتواه نخلي الواد سيد ولا نجيب مكانه شغاله جامده اعوذ بالله الواد ده طالع لمين انا مش عارف ده انا كنت خاربها وانا عيل صغير ما هو واضح على ركبك اهو يا عايز يخلص يا ابتي شغاله يعني امراه انثى تعيش مع ثلاثه اولاد وشايب الشغاله حرام
خلاص يبقى اتفقنا يا اولاد، تعال احنا نخلي الواد سيد يخدمنا ونقعد نجرب فيه لحد ما يسيب لنا البيت والتريلا بتاعت ابوه. موافقين؟ موافقين. نتفق على الكلام ده. قالوا علينا ديابه واحنا يا ناس غلابه، يا مغنواتي غني يا مغنواتي غني حكايتنا عالربابة. معرفش اسوق، ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. في ايه؟ ما اعرفش مين ده يابا. انا عارف يا ابني حبيبي. ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. خلاص ما بعرفش اسوق. ده سيد تريلا ابن انشراح منافيلا. انت طلعت العجله من المخزن ليه يا سيد؟ انا عايز اركب العجله من زمان وانت ما كنتش عايز نركب العجله. هاي انا لولو. ايه ده احنا عندنا ستات هنا؟ ستات ايه؟ انا مش ستات. انت ايه؟ انا راجل. لا راجل. اه والله. انت راجل؟ ايوه. بس انا نظره ضعيفه بقول حاجه كده. هاي انا لولو. لا بتكذب بتكذب. لا والله ما بكذب. لا بتكذب والله ابدا. انا راجل. سيبك منه هنا وتعال كلمنا. ايه ايه ده اخويا؟ ما تخلينيش اجي اتدرب في وشك. يلا يا سيد. نعم. خليك معانا يا سيد. كلمنا يا سيد. ايوه. يا بيه يا بيه يا بيه، انت سايبني كده يا بيه من غير ما اركب العجله؟ انا كنت عايز اركب العجله. اسمع بقى، العيال دول من النهارده دول ولادي، بس انا كنت مخليهم مع فسيخ البواب يربيهم لحد امك ما ماتت، وفضلت مخبي عليها السر دي لحد ما ماتت. طب وهتقول لها امتى؟ امك ماتت يا سيد. ايوه هتقول لها امتى يعني؟ ان دول مش ولادك يا سيد. ما تعفلجنيش. اسمع، العيال دول تعالى يا ولاد. يعني دول ولاد فسيخ البواب؟ دول ولادي على الطلاق بالتلاته ولادي. يعني ولاد فسيخ البواب دول ولادي والله. اسمع، هيعيشوا معانا هنا على طول. على طول فين؟ هيعيشوا معانا هنا في البيت بتاعي؟ بيت بتاعك ده كان زمان ايام ما ابوك كان عايش يا سيد، لكن دلوقتي البيت ده بتاعنا. مش عاجبك امشي. امشي اروح فين؟ ده بيتي، ده بيتي انا، وانا لازم اقعد هنا يا عمي. ده بيتي، ده بيتي، وانا بقول لك اهو انا لازم اقعد هنا في بيتي. هو ايه اللي جاب مفيد فوزي هنا؟ لا 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 لا، انا لست بابي ولست لي علاقه بهذا. انا عبد التواب. عبد التواب ابن البواب؟ اثبت انه ابن البواب. وبعدين بقول لك ايه، انا معايا ورق البيت ومعايا ورق التريلا بتاعت ابوك كمان. خد يا سيد، خد يا سيد المقشه دي، روق علينا البيت كده يا سيد. واتخلى يا سيد، اتخلى حتى نلعب مع بعضينا. يعني ايه انا اللي هقعد اكل نص وامسح في البيت؟ ليه؟ ده بيت انا وانا هبقى شغاله في البيت؟ ايوه يا سيد. خد البس دي، دي بتاعه المطبخ. هو انت مين؟ يوه انت مين بجد؟ انا لولو. ازيك يا لولو؟ اهلا وسهلا. وانت مرتبطه؟ اه مرتبطه. طب انت بتحزميني ولا ايه يا لولو؟ يا لولو وانا هرقص؟ يا سيد اسمع، ها الاوضه اللي انت كنت بتقعد فيها زمان خلاص من النهارده هيقعد فيها ولادي. يعني ايه وانا هقعد فين طيب؟ يعني انا هقعد اكنس وامسح وكمان الاوضه بتاعتي هتاخدوها، انا هقعد فين؟ اقعد مطرح ما تقعد في المطبخ. لا مش عايز اقعد في المطبخ. اقعد في اي حته انت عايزها. اقعد في الحمام. اقعد في الحمام يا اخوي. ولا اقعد في الاوضه بتاعتي؟ الاوضه خدها عيالي خلاص. عيالك دول؟ ايوه دول. هم اولاد فسيخ البواب؟ ولاد الزفت البواب. عاجبك كده؟ اسمع يا سيد، انت من النهارده يا تقبل تعيش معانا على وضعنا ده يا اما تمشي. قلت ايه؟ لا هقول ايه؟ هقول ايه؟ يا رب يا رب، بيتي خدوه، بيتي خدوه، هيجيبوا ولاد البواب ويقعدوا. مفيش احسن من ذكر الله. يا زيكس، هناك مثل عربي يقول سيد القوم خادمهم. انت مين؟ انا سيد. واحنا القوم. اخدمنا اخدمنا يا سيد. هو المثل ده معمول عشانكم؟ اي نعم. عشان ولاد البواب؟ ماشي. حضر لنا بقى لقمه هنيه. ها؟ عشان ايه؟ ادعي لك دعوتين، ربنا يكرمك، انجز. حاضر. بقول لك ايه؟ نعم. لما تعمل الاكل ما تحطش كاتشب حار عشان بيلسعني في لساني من قدام.
هو انت مين؟ يو بقى انت مين بجد؟ لولو. انا لولو. لولو؟ اه. مرتبطة؟ انت مستقلتني هنا من شوية وقلت لك اه؟ اما كنت سامع الاجابة. اه مرتبطة. انا هدخل اخد شاور واجي على طول. هتاخدي ايه؟ شاور. طب خلي بالك. ماشي. يلا يا سيد اقلع. نعم. اقلع. ليه كده؟ ما انا كمان هقلع. وبعدين؟ وهنسخن بعضينا. يلا يا سيد ما تعطلنيش يا سيد. عايزك تسخنني. في ايه يا سيد؟ ما تقلع يا سيد خلينا نقلع. اقلع انا مسخن؟ يعني انا وافقت ان انا ابقى شغال عندكم؟ اقلع ايه؟ انا مش هقلع. اين الطعام اللذيذ الديليشيز؟ يعني طواب يا ابن البواب. نعم. الحق اخوك بيقول لي اقلع. ما انا نفسي جاي اقلع واتفرج معاك. ايه الاخلاق بتاعت العيله بتاعتكم دي؟ الرجل عنده ماتش في الملاكمه ويريدك ان تلعب قصاده. اه ملاكمه. انا خيالي راح في المصارعه. لا انا داخل بقى بطوله البلد وعايز ابقى ولد. فعايزك عايز ايه؟ عايز ابقى ولد. وانت ايه بنت ولا ايه؟ بنت ايه؟ انا عايز ابقى ولد يعني ابقى بطل. فعايزك تسخننا يا سيد. يعني انا هعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا هكنس ولا هحضر له الاكل ولا اسخنك؟ انتوا عايزين مني ايه؟ ماليش دعوه انا عايزك تسخنني. حاضر حاضر حضرتك. اعمل ايه دلوقتي؟ اه اعمل ايه؟ ايه؟ اعمل ايه؟ تسخن معايا. حاضر. نلعب ماتش دلوقتي وتسخن معايا ان شاء الله فيه. يا عمي يا عمي يا ناس. في ايه؟ صكوا عليك كده ليه وبتزعقوا على الفاضي؟ في ايه؟ مش عارف اخد شاور. ايه ده انت مين؟ يو مين؟ انا لولو. عايز ايه يا لولو؟ انتوا بتزعقوا مش عارف اخد شاور براحتي. بص ده احسن واحد يسخنك خلي بالك. يلا. بقول لك يا سيد انا مش طالبه معاه كده. انت اللي هتلعب معاه الماتش وانت اللي هسخن معاه. يابا خش يابا يابا حضر لي الماتش يابا. يا روما. رجاله تعالوا تعالوا. عايزك تسخن. عايز البطوله. يلا عايز البطوله السنه دي. هنفخ لك ميه في بقك في وشك. لا مش عايز. يلا يا حبيبي. يلا 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 يا حبيبي. يلا رن الملعب نبتدي. يلا يلا. الدوله الاولى يا رب. ويبدا الماتش اعزائي المشاهدين بين التريلا والدهول. مش عارف ازاي التريلا بتلعب دهول بس الماتش هيبقى دهول. اقول لك ايه انا مش فاضي. يا ولد يا اديله يا دهول اديله ما ترحموش. اديله. ايه ده؟ ايوه هوبا. في ايه؟ بعدين بقى في الماتش الغريب ده. ازنكوا ازنكوا ياض. حلق عليه. حلق عليه ياض حاج. الحبل وقع. الحبل وقع. بعدين بقى في يوم الازرق ده بقى. انتهت المباراة بفوز عنتر الدهول. الحمد لله. وجبالة هدو شريعة سدو عنتر جالكو يلا استعدوا. جبالة هدو شريعة سدو عنتر جالكو يلا استعدوا. يا رب يا رب. يعني ابويا يموت امي تموت وانا في الاخر اتعذب مع اولاد البواب. ماشي نا. انت سيد. نعم. قوم افتح الباب سوسو صاحبتي جت. صاحبتك؟ اه. وانت مين؟ انا لولو. وصاحبتك؟ ايوه. غريبه جدا. حاضر هفتح. حاضر. ايوه ايه الخبط المبالغ فيه ده؟ Thank you.
اتفرج عليا بقى لما بسرح شعري ببقى مصيبه. ياي ده شكله وحش قوي يا لولو. لا هو ما تخافيش يا حياتي ما تخافيش. بقول لك ايه، تعالى سشوار لي شعري يلا عشان احنا هنرقص. بس اشوار لك شعرك؟ اه بسرعه، بلاش رغي البنات ده. انا اللي رغي البنات؟ ايوه. انت مين؟ انا لولو. حط الفيشة فيها يا لولو. لولو اسمح، عندك في عندك كوبس؟ ساشور وانت شاكت. وانا شاكت ازاي؟ ساشور لخبطتنا في حياتنا. عندك كوبس؟ ما عنديش كوبس. يبقى ساشور كده من غير كوبس؟ اه ساشور اكنك بتساشور. اقول فو. بقول لك ايه، خلاص فو. بلا فو بلا بتاع. سقف سقف. حاضر. اخيه 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 اخيه، واجب تسقف لهم يا سيد، واجب تسقف. ما هي ست لولو اللي قالت لي. ست لولو ايه؟ اتكل على الله روح اعمل الغدا انت، روح. حاضر. وانا اسقف للقمر ده. انا دلوقتي يابا انا عايز 20 لتر لبن وعايز 128 بيضة. عايز ايه؟ عايز 128 بيضة. اجيب لك 128 حمراء؟ وايه هو ده؟ انا عايز انا بيض بروتين. اه تاني بنزين. صح صح. طب حاضر انا اجهزهم لك هنا. جهز لي يلا. بينا. اعوذ بالله اعوذ بالله ما الذي يحدث في هذا البيت؟ يا مغيث يا مغيث، ابي الرجل الطيب الطاهر يترقص كأوكا وأورتيجا؟ ومن هذه الراقصه؟ والله كوكو عايزه لك وش دوكو. لا 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 لا، كل هذا العبث يحدث لانني نزلت لكي اشرب حجرين معسل على القهوه. طب والله ما انا ساكت، والله ما انا ساكت. ايوه ما تسكتش ما تسكتش عليهم ما تسكتش. هتعمل ايه؟ فعلا ساشرب الشيشه هنا. يلا رص لي حجر يا سيد. حاضر. حاضر هرص لك حجر. حاضر. يلا يا سيد عايز اتغدى يا سيد. حاضر اعمل لك الاكل. حاضر سيد. هاي تعال اعمل لي مساج يا سيد. حاضر هاجي اعمل لك مساج سيد. ها تعال سقف يا سيد. حاضر سيد رص لي حجر يا سيد. حاضر سيد تعال اعمل لي الغدا يا سيد. حاضر سيد مساج بسرعه والنبي يا سيد. حاضر سيد. ها تعال سقف يا سيد. حاضر الحجر يا زيكس. اعمل لي الغدا يا سيد. حاضر مساج بسرعه يا سيد. سقف بسرعه الحجر يا زيكس. مساج بسرعه يا سيد. الحجر يا زيكس يا سيد. اسرع يا سيد. مساج الاكل يبرد يا سيد. مساج بسرعه يا سيد. الحجر يا سيد افتح الباب يا سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ استغفر الله العظيم. يا سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن موجودون الآن داخل إحدى المنازل الفقيرة كما تشاهدون الآن خلفي جميع رموز توائف الشعب. ها هو رمز التدين، وها هو رمز التعسب، وها هو رمز اللامؤاخذة. ايه ده؟ مش ده الواد السوداني اللي لعبنا في النهائي؟ ولا الملاكم حاجتين، الشمال واليمين. الشمال بتاعته لو جلت اليمين تلزق على طول في وجهه. اركب الهوا. في ايه يا اخوانا؟ انا مش الملاكم. امال انت مين؟ انا معكم مراسل القصر الملكي عثمان ابو العافيه. من القصر الملكي؟ نعم. عملت ايه يا سيد تاني في الملكي؟ اه جبت رز بلبن بس. هو بيقول القصر الملكي، عملت ايه؟ اعترف. هذا ولد ارهابي شنقيط. انا نعم. شنقيط؟ نعم شنقيط. وانا شاهد طيلة الليل يخطط لعملية ارهابية كبيرة. وانا اقول له لماذا يا زيكس؟ نحن نحب الملك يا زيكس. يشاور بإشارة غريبة ويحرك صوابعه الاربعة. والله ايدي ما مطوعان اعملها. أنا؟ يا جماعة يا جماعة. لا الجماعة فطورة خلاص. ها
عذرا انا لم اقصد الجماعه دول، انا قصدي الجماعه دوكهام، وعشان كده جيت لكم النهارده سايب لكم دعوه. دعوه؟ دعوه ايه يا حبيبي؟ دعوه ان شاء الله مستجابه، الملك داعيكم للقصر عشان يجوز بنته. خدتوا بالكم يا ولاد قد ايه ابوكم مهم؟ روح بلغ الملك وقول له زكي الدهولي وعياله هيجوا يحضروا الفرح النهارده. هنيجي كلنا، قول له. عذرا لم اسمعك بوضوح يا سيدي. بقول لك قول له زكي الدهولي وعياله هيجي يحضروا الفرح النهارده. ايوه كلنا جايين يعني. نعم نعم نعم، ولكنه ليس فرح. امال ايه؟ طهور؟ يا لقد قرر الملك ان هو يطبق مبدا اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك، وعشان كده دعوكم كلكم النهارده منتظرينكم في القصر. كان معكم هامد ابو العافيه اللي استحمل الناس دي بالعافيه. ايه ده؟ مستحمل مين بالعافيه؟ هذا كاميروني. اركب الهوا، اركب الهوا. شنو يا حبيب الدين؟ حلو، يلا بعد، يلا عشان نروح القصر. انا مش مصدق اللي بيحصل، ده حلم ولا خيال؟ ما هي حلم او خيال، هي. ولكن هذه قلة حياة، حفلة ومسخرة، بدل ما يشوفوا الناس الغلابة اللي مش لاقيين ياكلهم ويعملوا حفلة، الحفلة حرام. يا عم عبا يا عم، هو يعني ينفع الأميرة دي أصلا تحب واحد فينا؟ ده مستحيل. ليه يا حبيبي؟ ليه ده تحبك وده أنتوا عيال جمال؟ الله يخليك، الله يخليك يا عم، الله يخليك. أنا هو مش واثق من نفسه، أنا مش عارف ليه. بتكلم على اولاد، انا ما بتكلمش عليك، مالكش دعوه. يا عم انا برضو زي اولادك، ما انت جوز امي اللي هي مش ام، اللي هي مرات ابويا الله يرحمهم كلهم بقى. طيب يا حبيبي، طيب يا حبيبي، هتروح تعملوا ايه انتوا بقى؟ انا هروح ارقص لها، ولو ما اتجوزتنيش ممكن تبقى الجيرل فريند. ايه؟ الجيرل فريند بتاعتي. ايوه دي كده سهله. ايوه، وانا ادعيها على ماتش الملاكمه بتاعتي ان شاء الله، لما تلاقيني بقطع الوادي النجير اللي جاي هتحبني. ايوه، وانا هوريها مناخيري ان شاء الله هتحبني يعني. بس تلقى البتاع ده كله موزس طبعا. موزس بجد؟ والله اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله. ياد انت اجرفني في عشتي ياد، ياد انا كنت خاربها والله حرمجي. يعني هنروح كلنا الحفله؟ ايوه. لا، هيقعد على التواب هنا وانت وهو، وانا اروح انا وعيال الجمال دول. لا انا مش هقعد، انا هاجي معاكم. هتيجي تعمل ايه؟ ما انت جارفنا كل شويه تقول موزس حرام، مش عارف ايه حرام. اجي علشان اتفرج، اقصد ادق لهم ناقوس الخطر حتى يعودوا عن طريق الفساد. نعم، ويمكن الاميره تعجب بيه او تتزوجني. خلاص ماشي سيد، تعال. ايوه انا عارف عارف، هلمع الشبشب واجي معاك. تيجي معانا فين يا سيد؟ اجي معاكم الحفله. حفله ايه؟ الاميره عايزه عريس مش عايزه عفريت. انا عفريت؟ انا عفريت؟ وعشان مناخيري كبيرة شوية، وعشان شعري خشن شوية، وعشان نظري ما بشوفش خالص، أبقى أنا عفريت؟ أنا عفريت؟ لا حول ولا قوة. هيبكينا سيد، هيبكينا وإحنا رايحين مهمة مستحيلة. اسمعوا يا أولاد، إحنا نمشي وسيد يقعد هنا بقى يخدمنا ويغسل ويطبخ ويمسح ويخلي البيت فرنطوشة على ما نرجع. ماشي. بالمرة وإحنا معديين لازم نعدي على التوحيد والنور، نحنت في نفسينا. ونعدي على نادي الترسانة، لأن أنا محتاج أوريك حركة جديدة. يعني إيه الحركة دي يا حبيبي؟ لا في إيه؟ إيه في في كلاب في البيت. اجري 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 يلا. عايز اروح الحفله، اشمعنى كلهم يروحوا وانا ما اروحش؟ عايز اروح الحفله. سيد تريلا، سيد تريلا. يا سيد مين؟ سيد تريلا. ازيك يا سا 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 سيد يا سيد، سيد يا سيد. ايه ده؟ انت مين؟ بعرور؟ انا بعرور قوي يا سيد، وخلي بالك انا بعرور الساحر تا 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 تا. طيب يا طيب، طيب يا طيب. يعني انت الساحر الايه؟ الطيب. امال الساحر الاهبل يبقى شكله ايه على كده؟ ده الساحر الطيب ازاي يعني؟ من اولها يا سيد
أي بص يا سيد، أنا جاي عشان أحقق لك الأمنية بتاعتك. بجد؟ آه. أنا نفسي أروح الحفلة ونفسي الأميرة تعجب بيا ومثلا ممكن تتجوزنا أو مهنا جاي عشان كده مثلا أو أي حاجة. مهنا جاي عشان كده يا سيد، جاي عشان أوديك الحفلة اللي أنت عايزها. بجد؟ آه بجد. ده أنت ساحر طيب جدا فعلا. بس خلي بالك يا سيد، أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا. آه. أنت لازم يا سيد تمشي من الحفلة دي قبل الساعة 12 وتلت. هي مش 12، أنتوا زودتوا تلت ساعة ولا إيه؟ يا سيد أنا مديك يعني أهو تلت ساعة زيادة يا سيد. تلت ساعة؟ ماشي يا عم، متشكرين على الواجب ده. بس يا سيد أنت هتحتاج شوية كده تغييرات عشان خاطر بس تروح الحفلة. ماشي، حاجات بسيطة يعني. كلها حاجات بسيطة. ماشي. دخلوا الكرسي. أنت جايب كرسي؟ تعال يا سيد، اقعد. حاضر. بص يا سيد أنا عايز أقول لك على حاجة الأول. ها. بص يا سيد. أيوة. يعني أقول لك على حاجة بسيطة؟ ما تقول. أهو يا سيد. بص يا سيد. أيوة. انا عايز اقول لك على حاجه قبل ما اظبط لك كده، محتاج كده كرسي كويس ولا اعليه لك شويه؟ هو انت ساحر ولا حلاق يا عم؟ لا انا اتنين في واحد، ساحر وحلاق. اها 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 حضرتك هتكرهني في كل السحره ليه كده؟ بص طب انا مش في شويه تغييرات هعملها لك، هنقصر الشعر شويه. أيوة. والسوالف تتظبط. ايوه، ونعمل لك كمان حمام كريم. كريم؟ ايه رايك؟ والله كويس ان انا جيت لك المحل. انا بقى اعمل لك حته دين، انا بقى اعمل لك حته الدين قصه. ايوه، بس انت عندك جل شعر كويس؟ لا انا صراحه ما عنديش جل. ايه خلاص؟ ايه رايك كده يا سيد؟ ها؟ ايه يا سيد؟ ايه ده؟ انت بوظت شكلي يا عم. ده انت كده شكلك حلو قوي يا سيد. كده حلو قوي؟ قوي. ده فين مناخيري؟ كل ده اتشال اتشال. اتشال شال؟ اه. يعني كده كويس؟ كده تمام زي الفل، بس انا عايز اقول لك على حاجة، ممكن اخد الكرسي بس عشان عليه قصاد. هو حضرتك مين؟ أنا الساحر الطيب. ماشي، بس خلي بالك يا سيد. أيوة. الساعة 12 وتلت يا سيد. أيوة. تيجي وإما هتتحول لسيد تريلا تاني. حاضر. ماشي. حاضر. يا سيد. الساعة 12 وتلت بالظبط يا دي اللبخة. 12 وتلت. حاضر. سلام يا سيد. يا عم الساحر مناخيري وقعت. خلي بالك عشان عندنا عرض بكرة والنبي. أخيرا هروح الحفلة بتاعت الأميرة. يا عيني ليلي يا ليلي يا ليلي، بقول يا غاوي يا الفن اسمع فن عراي، يا غاوي يا الفن اسمع فن عراي، يا حلاوة الليل الليل لما يطول على الرايق، وعاوز الموجودين معانا النهاردة والمشاهدين يكون مزاجهم كمان رايق، يكون مزاجهم كمان رايق. وسيد بعد ما شاف الذل من جوز امه جاله الساحر وخلاه شاب جميل وبقى مزاجه رايق، وكان الملك عامل حفلة في القصر وجايب طبول وضفوف، الملك عامل حفلة في القصر وجايب طبول وضفوف، وعال أبيب الأميرة تبصي بعنها وتشوف،
عشان الأميرة تنقي بعينيها بقى وتشوف ويبقى سعيد الحظ اللي تشاور عليه الأميرة كمان شكراً سيداتي ساداتي، قدمنا إليكم مليونية رقصني يا جدع بقيادة فرقة الأمير رضا الشعبية. شكراً لكم، كان معكم عثمان أبو العافية، فتكوا بالعافية يا حراس. ديبي 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 يا ديبي 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 يا ديبي 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 يا عمري مولاي عمري مولاي لا 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 انتم متنكرين عاملين ديك رومي إلا يعني ايه يعني ما انت متنكر عامل سوداني وانت عملتها قبل كده لا اللي فات ده كان سوداني دوك هنوبي هي تختلف ما تختلفش بس ما فيش ديك الوقت بنعمل اي حاجه فوت احنا هندخل في الموضوع بقى ندخل في المهم فتشت البوابات يا فندم بس في مشكله خير التلس المملكه واقف على البوابه ومعاهم شماريخ وحالفين يخشوا القصر يدغدغوه على اللي جابونا ويقتلوا الملك يقتلوا الملك ما يعرفوش ان ده ملك ملك يعني ما ينفعش يموت ده يا دوبك يتكش يخرب بيت عسلي انت عسل والله سكر الحمد لله ندخل في المهم بقى مولاي المهم الناس بتوع البوفيه وصلوا الناس بتوع البوفيه وصلوا بس هيتاخروا شويه طب والناس بتوع السكيورتي وصلوا لا بتوع السكيورتي بقى جم بس هيتاخروا شويه انت تبرشم بقى وتيجي تصدعنا انا اسكت مش البرشام جه بس هيتاخر شويه خلونا في المهم خلونا في المهم يا اولاد انت ايه مش هتتكلم خالص يا عم انا هتكلم بس متاخر شويه اهي الروشنه اللي بتعملوها دي هتطردنا من الجسر ومش هنلاقي ناكل لا ابوس ايدك بلاش ناكل ايه ده انا ما تشيلنيش هموم اكتر من كده ده انا ابن خالتي مات من كتر الهموم ولما هو مش قد الهموم بيستهم ليه يخرب بيت عسلي انت والله الملك جايب لنا واحد يقلش علينا لا بس والله بيضحكني من القلب والله يلا يا ادي انت وقت لقى بره عشان يدخل جلاله الملك انت بتكلمنا كده ليه التعبت انت ما اتجننت في دماغك اركب الهوا يلا يا ادي سلام فليتفضل جلاله الملك دين دي 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 دين دي دين دي دي ها ايه الاخبار كله تمام كله تمام كله تمام يا مولاي تمام يا انا عايز اسالك بس انا شكلي كده يعني ينفع ملك يا مولاي انت الملك ده انت الكينج يعني انا شكلي كده مظبوط شكلك تمام بقول لك انت الكينج يا مولاي تمام الكينج ده اللي هو محمد منير صح منير ايه يا مولاي محمد منير بتاع سو يا سو حبيبي حبسو يا مولاي احنا ايام زمان منير لسه ما ظهرش طب بقول لك ايه خلينا بقى في موضوعنا ها انا عايزك تركز وتفحص كويس اي حد داخل الحفله تمام ليه انا عايز اختار لبنتي الزوج المناسب اللي ينفع يكون زوج لبنتي انت عارف يعني ايه زوج بنتي يعني جوزها يا راجل ونعم التفسير والتأويل ايه الجمال ده يا مولاي انت حمى الشعب كله وبعدين ما تقلقش انا هفحص ومحص كل واحد يخش الحفله تمام طب يلا بقى انصرف وانا هروح اجهز كل حاجه ماشي ما تمام. ايه ده ايه انصرف عشان انا متوتر ايه ده يا مولاي انت عليك حكم ولا ايه
لا لا يا اخويا مش عليا حكم، عليا طار. خلاص خلاص انصرف يا مولاي، انصرف 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 يلا. ده حاجه والله العظيم. حول الله. ايه يا ابني ده؟ بقول لك انصرف. انت انت مش عارف الاتجاهات ولا يا مولاي؟ انت شارب حاجه، انت اللي تنصرف من هناك، انا انصرف من هنا. انت اخر كلام. اه يلا. اوكي يوك. باي باي. يلا باي باي. ربنا يشفيك يا مولاي يا رب. عنتر ولولو وابي لماذا تاخروا الى هذا الحد؟ يا رب يا مغيث يا ويلي يا رب يا رب، عطل لهم الطريق وقفلها في وشهم حتى لا يدركوا ان يصلوا الى الحفله، حتى افوز بقلب الامر انا وحدي انا، واخذ انا كرسي المملكه منها انا، ويكون الملك حمايا انا، وبعد ان يموت او نخلعه اكون انا الملك من بعده انا. يا رب يا قادر على كل شيء. نعم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ارفع ايدك لفوق. اوه يما، مين؟ سلم نفسك يا سفاح يا حرامي وقعد. ارجوك ارجوك لا تقتلني. لا هقتلك، سلم نفسك. يا ويلي يا غمره يا رمسيس، انت نازل فين؟ انا نازل؟ انا مش نازل يا اخويا، انا هقتلك هنا. بو 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 بو. المرقعه دي انا فاكرها كويس. مين؟ أنا لولو أخوك. لولو؟ أيوة. لولو لماذا تتنكر هكذا؟ لولو منذ متى ونبت لك هذا الشنب؟ ما أنا بقى قعدت أفكر، تتنكر في إيه يا لولو؟ تتنكر في إيه يا أبو اللواليه؟ قلت أعمل حاجة جديدة عليا خالص، أعمل راجل. ومش أي راجل، ده أخطر رجل في العالم. بو بو بو. ابعد ابعد وأغرب عن وجهي، وإلا عملت معك الجلاشة. جلاشة سوبرمان. يا يا البدلة دي مضروبة ولا إيه؟ إيه ده؟ عنتر. أو ماي جاد. عنتر، أعوذ بالله، تلبس البوكسر فوق البنطلون؟ يا عم هو سوبرمان كده، بيلبس بوكسر من فوق وبوكسر من تحت. إيه يا دي عاداتهم؟ هو بس بيطير كتير في الجو فممكن يتزنق في أي لحظة يعني. اغرب اذا انت الاخر عن وجهي، والا عملت معك الجلاشه. يا عم اقعد بقى، بلا جلاشه بلا نيله. اوه مين الموزه دي؟ قشطه ورب الكعبه. ايه ده؟ مين اللي لفه نفسها في ملايه لف دي؟ تعالوا نشوف. تعالوا. هاي انا لولو. انا عبد التواب. وانا عنتر. ازيكم يا حبايب قلبي؟ ايه القرف ده؟ ايه ده؟ انا عرفت انا طلعت كده لمين. يا مجوسة يا جوسة يا جوسة يا مجوسة. لا بس بقول لك ايه، انا قلت حفلة تنكرية، قلت اجي اخربها، جبت احلى طقم في التوحيد والنور. ايه يابا ده؟ يابا لافف نفسك في ملاها لف يابا. حلو صح، مش كده؟ كان في مايوه بكيني هناك كنت هموت عليه. يابا 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 بلاش مسخره يابا، الناس كده هتتريق علينا هنا. اسمع ياض اسمع، ما تعفلجونيش. المهم دلوقتي سيبوكم مني، انا جاي اروش. المهم انتم لازما الاميره تحبكم وواحد منكم يبقى عرسها. قول يا رب يمكن تحبني انا عشان انا بطير. لا هتحبني انا بقى عشان انا الصوت الحلو والرقه والجمال. اخر كلام اطمن هنسك. اهدأ يا حماقي اهدأ، انها ستتزوجني انا، رجل يحكمها ويسددها في البيت. تتزوج انت؟ لا هتتجوزني انا بقى. وهتتجوزني انا بقى. لا انا. لا اسمع ياض انت وهم، ما تعفلجونيش على الطلقه قتلكم انتوا الثلاثه. اسمع ياض، المهم الاميره تحب واحد فيكم انتوا الثلاثه، مش مهم مين، المهم واحد فيكم يتجوزها ونخرج من بيت سيد تريلا المنتن ده ونعيش بقى في القصر الملكي الجميل ده. سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمه. هناك ها جاءت الآن لحظة الدخول الأميرة المنتظرة، الأميرة نور الأمورة. كان معكم عثمان أبو العافية من منتصف المسرح. أوه. اتركوا لي هذه الطلعة. خش يا حبيبي ربنا يوفقك. تبارك الله فيما خلق، هذا الشب اللبن الذي يغلي في حلة. ميرسي. انت مش عارفة انا بحبك قد ايه، انا متابع كل اخبارك. يا سكيوت. انت تفتحي نفس الواحد، والله تفتحي نفس الواحد على الحياة يا علبة زبدوه.
ها ايه رايك فيا؟ بصوا هو انتوا كلكم زي الفل، بس انا عايزه اقول لكم حاجه، انا مش الاميره، انا وصفت الاميره. ايه ده يعني خدامه؟ انجري يا بنت من هنا. انجر؟ ايوه. بكره تندم يا جميل. اذهبي يا قعر الحله يا حك الهباب. مش كنت من شويه قشطه ولبن؟ لا ده انت تسدي نفس الواحد على الحياه. يلا من هنا قلب البلاك كمناي ليس امشي يلا. والنعمه لوريك. ايه؟ والنعمه لوريك. إيه؟ هستناك على باب القص. انت مش سياده ولا ايه؟ اقدم لكم الاميره نوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ها هي جاءت اللحظه المنتظره، اللحظه الحاسمه، لحظه دخول الاميره نوره الاموره. كان معكم عثمان ابو العافيه من شمال المسرح. فلتتفضل الاميره. اخوك عامل لي فيها محمود الليسي. انت بقى اسمك ايه؟ انا عبد التواب. ايه ده ليه؟ انت اذنبت قبل كده؟ شعري مظبوط؟ لا شعرك جميل بس السوالف طويله حبه. كنت محضر لك هديه معي يا سيده الاميرات. اتفضل. هذه العلبه. العلبه دي فيها ايه؟ فيها فيل. فيل ازاي جوه العلبه والفيل راكن بره اهو؟ نكذب؟ فيها خاتم ومش عارف ممكن تلبسه فين، مش فاهم انا. انت بقى اسمك ايه؟ انا عنتر. بجد؟ اه والله. طب هات لي فرختين وكيلو كباب. معلش الاميره مرحه مرحه مرحه. ده انا اعلمك بقى ملاكمه بقى بخفه دمك دي. بجد؟ الملاكم حاجتين، الشمال واليمين بتاعه، الشمال بتاعته لو جلد اليمين ترق. ايه ده؟ ايه ده؟ ده مرحلة الوحش، البس يا حبيبي. يا لهوي. لا لا اخويا، انا بقى عارف اتصرف مع النوع ده ازاي. ارجعي. الصوم هو الحل. ايه ده؟ بتطلع نار اخويا. لا كل واحد جواه قوة روحية. لما يكون عنده إرادة بتطلع. على الطلاق أنا ما خلفت رجالة. ها الجو حر قوي. لا حر مش ممكن وأنا موجود. سيدتي الأميرة. نعم. قلتي إيه فيا؟ مش معقول انت فظيع بس ما عجبتنيش. انت بقى تعمل ايه؟ ايه رايك فيا؟ ايه ده؟ انا عمري ما شفت الوزن ده في حياتي. ده وزن ايه ده؟ ده وزن الدبانه. طب امشوا بقى عشان انتوا ولا واحد فيكم عاجبني. يلا بقى امشوا من هنا. ازاي ده احنا بنحبك نحن والله. نحن نحبه. لا ازاي؟ لا حبيبي سيد. سيد؟ سيد اسمي سيد تريلا. انا الاميره نورة. انت اميره كعبوره نورة ايه؟ طب قول لي يا سيد انت ايه هواياتك؟
انا هواياتي كتير. انت ايه هواياتك؟ بحب السباحه قوي. اكيد طبعا. اكيد انت اللي بتبقى جوه البحر والاهالي يقولوا لعياله ما تروحوش عند البراميل. صح صح. والعيال الصغيره يوصلوا لغايه جوه وبعدين يقفوا وينطوا من عليكي. ايوه. وما يبقى البحر عالي اوعى تروح عند الاميره. طب انت عارف انا بحب ايه كمان؟ ايه؟ ركوب الخيل. ايه ده بجد؟ انا اركب الفرس من هنا خليه فريسه على طول. حضرتك غريبه جدا. انت الاميره؟ إيه بقول لك ايه؟ الحفله دي كلها معموله عشان انا اختار عريس واخترتك انت. اخترتين انا؟ لا اخترت غلط معلش. ابوكي صارف لان مش لاقي يجوزك. مين يتجوز الاحجام دي يعني؟ على فكره انت لو اتجوزتني اوضه النوم بتاعتي لوحدها فيها سرير طوله 610 في 430. يعني انا ماليش مكان في السرير؟ ماشي. لا انا مش هتجوزك. هتجوز ايه؟ ايه لا 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 اميرة ايه لا ايه ده؟ انت مين؟ انا وصفت الاميره. انت حلوه قوي. ميرسي. وانت كمان حلو. الله يخليك. هو انت ما حبيتش الاميره ازاي؟ ايوه ما احبها ازاي يعني؟ احب فيها ايه؟ ده بص حضرتك تنين بقرنوق. بس كل اللي واقفين حبوها. لا هم حبوها عشان اي حاجه تانية، لكن انا هتجوزها عشان فلوسها. مش عايز فلوس. بس هي تخليك تعيش عيشه مرتاحه. طب ما انا عايش عيشه مرتاحه طول ما انا دماغي مرتاحه. عايش عيشه مرتاحه وزي الفل. ياه هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي سيد تريلا. ايه؟ سيد تريلا؟ ودول اللي هم اخواتي بس من جوز امي، لان هو كان متجوز مرات ابويا اللي كان متجوزها ابويا يعني الله يرحمه. بجد؟ طب ما تحكي لي عنهم شويه. لا ما هم اصلا ما بيحبونيش، بس انا بحبهم عشان صله الرحم يعني. يا سيد ده انت طيب قوي. وبقعد اخدمهم يعني. عارفه اللي هو سوبرمان ده بيقعد يلعب ملاكمه في وشي، والتاني ده هو بيصلي وانا بدعي له، والتالت ده ايه ده؟ ده بقى راجل هو ما شاء الله. كنت بساعده عشان يبقى كده يعني. انا حبيتك يا سيد. وانا حبيتك. وعايزه اقول لك على حاجه. ايه؟ دي مش الاميره، دي وصفه الاميره، وانا الاميره نوره. انت الاميره؟ انا عايز الوصيفه. فين انت الاميره بجد؟ انا الاميره بجد. امال انتوا كنتوا متنكرين يعني كاميرا الخفيه؟ يبقى دي ابراهيم نصر؟ احنا بس كنا عاملين كده عشان نعرف مين هيحبني عشان شخصيتي، ومين هيحبني عشان انا بنت الملك. انا حبيتك كوصيفه، طلعت اميره، طلعت وصيفه ما تفرقش معايا. وانا اخترتك يا بابا. لا استني قبل ما تنادي بابا، انا عايز اقول لك على الحقيقه. في ساحر حول شكلي، انا كان شكلي غير كده، مناخيري كانت اكبر شويه، شعري كان، لبسي كان، انا فقير اساسا وما عنديش اي فلوس. ينفع تتجوزيني؟ طبعا ينفع. وانت اميره؟ وانا اميره. نادى ابوكي. يا بابا يا بابا. نعم. ايه ده ابوكي؟ لحظه دخول الملك. كان معكم مراسلكم العسل عثمان ابو لبن، فلتتفضل ايها الملك. يا عسل. ايه يا بنت؟ بابا انا اخترت سيد. اخترت سيد يعني موافقه عليه خلاص؟ طبعا. طيب اوكي. اقيم الافراح والليالي الملاح، النهارده فرح الاميره نوره على سيد تريلا، ودقوا المعارج. يلا يا اهلي يلا. أنا فعلا كان قلبي دليل. فعلا. قلبي دليل قلبي هتفل. قلبي دليل سمكه سمكه بتجر السمكه سمكه. ولا حمص انت؟ هذا حمص. ايه ده حمص؟ ايه يا معلم؟ ايه مالك؟ مسودها علينا ليه على الصبح؟ هي اللي لسودها عليك وعلى دماغك. ليه كده؟ الموج عالي ومحدش هيهوي بنواحي البحر ابدا. يا عم وهي هتفرق مع العالم اللي هنا دول؟ ما كل واحد فيهم هينزل في البسين بتاعه. ينزل فين؟ البسين. مش كل الفلل اللي هنا فيها بساين. ثانية واحدة،
احنا خلصنا من البسيم لما هنخش في الفلل. في ايه؟ اسمه بسين بالنون. انت مش فهمت اللي انا قلته؟ ايوه. خلاص بقى حمص. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ معاك استباحه على الصبح كده؟ يا ضم اللي هم سموها استباحه ليه؟ لا انا الصراحه معيش. طب انا معايا، تعالى نولعوها. لا 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 لا، تعالى نتدار والنبي حمص. تتدار ليه يا عاد؟ انت الامن، مفيش غيرنا هنا، انت الامن لازم تسيطر. يا عم انا مسيطر. سيطر كمان اهو. مسيطر. اكبر وسيطر. سيطر تولع. يلا نولعها. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نداره. احسن لحسن، انا خايف من بتوع الامن. يلا بينا. ثانيه واحده، ثانيه واحده، نسيت والزيتي بس اخدها معايا. طب يلا بسرعه. اللي قبلك يخليلا. العب يا سمك. طب العب يا سمك البنات. هي هي. ياه ياه ياه، اخيرا جينا الساحل الشمالي. ده ابويا كان بيخلينا نفط في الترعه ويقول لنا دي غمصه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انت يلا حنتوسه، تعال شوف الملك والملكات اللي بقينا فيه. اه خش يا ايه. انتهت يا يي. قوم يا دفهم يلا، شوف احنا فين. انا جايبكم في انضف مكان الشاحل السمالي. هي دي الحياه. اه هي دي الحياه يا مش جمص اللي ابوك كان قرفنا بيها. هي دي الحياه يا عم الحاج. احنا عاديكم لان ابوك كان حاططنا في قلب كومودين هناك. اه ياد والله، ده احنا كنا قرفانين من ابوك، ده قرف حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ايه رايك ياد في المكان؟ انت قاعد على الشمسيه دي؟ اه الشمسيه دي. لا انا ما اقعدش على الشمسيه دي، انا اقعد على الشمسيه دي. قال يعني هي الشمسيه هي اللي هت قال يعني ياد، هي الشمسيه هي بقى اللي هتظبط الدنيا. انت بتقول اي كلام اهو. الشمسيه هي سيده، هي اللي انت حبيبها اهي. ايه رايك بقى في المكان ده؟ مكان رائع جدا. اه ياد، مش بقول لك انا اللي جايبكم فيه، اوعى تجيب سيره جمصه دي قدام ابوك تاني. انا مش هجيب سيره جمصه تاني في اياته حته قدام ابوك. كل ما اجيب سيره جمصه يقول لي ما هناك ما بندفعش حاجه وهنا بندفع ويك ويك وكلام غريب كده يا عم الحاج. ابوك لما يجيب سيرات هقطش ودنك على طول وما تسمعش الكلام. انا مش هفتح بقي. طيب ياد، ياد حط الحاجه هنا ياد. هو ما فيش ولا بني ادم في قلب البلاد غيرنا ليه؟ ياد ما انت مش فاهم، هنا الناس بقى في الشاحل السمالي دول بينزلوا في العصاري، مش زينا في جمصه بنفط من فجر الله. ايوه صح عندك حق. اه يا عم هنا ينزلوا في فكرتني بالفت. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ سبح الملك لله. استنى ازرر الزرار. هتعمل ايه علشان خاطر اعمل ايه؟ هوبا استنى. سيبنا عوم يا عاطف، سيبنا عوم يا عاطف. الله يخرب بيتك يا ده، سيبنا عوم يرجع يا عم. انت ده يا في ايه؟ ياد هعوم. هتعوم هتنزل ببوكسر ابوك؟ ما انزل بايه يا ده؟ احنا في الساحل الشمالي، تنزل بده مثلا. ايه ده بس شفت الحلاوه دي؟ يلا ويه. رايح فين يا عم؟ سيبنا عوم يا عم. سيبنا عوم. استنى يا عم. سيبنا يا ابو سيدك. الله يكرمك. انت غريب يا جدع. ثانيه واحده انت وهو. ثواني انا بكسف بس. استر نفسك يا اخويا. ماشي حاضر. انت رايح فين؟ بتفط ولا اكنها ترعه؟ طب في بلدكوا. ايه يا عم؟ هنزل اعوم يا عم الحاج. يا عم هتنزل تعوم، لو نزلت هتموت. ليه انا جايب مايو مخروم؟ يا جدع انت عبيط ولا ايه؟ مفيش نزول ميه. لا انا هنزل الميه، وبتبقى الرايه السوداء دايما، وبننزل الميه في قلب جمصه عادي يعني. افهمني بس يا عم بوحه، والله الموج عالي هتغرق. لا انا مش هغرق، انا بقول لك يا عاطف اتعامل معاه انت. معلش لا معلش معلش يا عمنا، انا اسف جدا. احنا اسفين، احنا مش هننزل هنا تاني، هننزل في البسين بتاع الفيلا برضو. طب هو قال جمصه؟ انا ما قلتش جمص. يبقى انا قلت بسيم، انا اسف يا جماعه. والنبي الحاجات دي راعوا الناس اللي حواليك. شكر يا عمنا قلبي شكر. ولا لو جبت سيره جمص ده اضربك 180 شبشب على بقك. والله العظيم ما افتح بقي يا عاطف. ماشي خلاص. بص احنا هنقعد هنا شكلنا مش اسبوع بس، ده احنا هنقعد 25 سنه يا. ايوه بقى، بس الناس هتظهر امتى بقى والحاجات؟ الناس هتظهر في العصر. اسمع مني، هنا الناس بتصحى العصر. يا عاطف يا عاطف. يا فاتن يا فاتن.
طب بيسي 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 وبعد كده عن قامي. انت خبط ايه شغل قمصه ده؟ ايه يا دي عاتش في ايه؟ ايه يا عيال الحلاوه دي؟ قمصه ايد اللي احنا كنا بنصيف فيها. عشان تعرفي بس ياما ابنك عاطف لما يتكتك ويمخمخ. اخرس يا عاطف. حاضر يا ماما. وبعدين عايزاكم تتصرفوا كده بتصرفات كويسه وتكونوا مؤدبين، مش عايزين الناس اللي هنا يقولوا علينا بيئه. ايوه الله ينور عليك، الناس اللي هنا لو شافوكوا اصلا هيطردونا من هنا. اخرس يا عاطف. حاضر يا ماما. واستنى نادي لك ابوك. انده ابوك. يا زينهم يا زينهم. ايوه يا ولية. ايه منوره يا وليه؟ بنورك يا اخويا. والله العظيم قمر على البحر. اخلص يا زينهم. يخرب بيت ايامك اللي مش معديه معانا دي يا وليه. بتقول ايه يا زينهم؟ لا ده انا بكلم عيالك مفيش حاجه. اه بحسن. احط الحله فين؟ ايه فين الشمسيه بتاعتنا دي؟ هي دي يا ماما. حطها هنا هون. يلا طيب ماشي. ايه يا ماما هي الحله دي فيها ايه؟ اسم الله على مقامك، فيها شويه محشي وفسيخ. محشي وفسيخ؟ في شيخ هنا يا ماما؟ ايوه هنا. امال ناكل في البيت ونوسخ وقعد انضف وراكوا؟ فاضيه انا للتنظيف ولا ايه؟ لا فاضيه اللف المحشي ياما. عيب ياض يا عاطف، احنا ما بنوسخش ورانا، احنا كل اللي هنعمله بعد ما ناكل نحفر فحره هنا وندفن كل حاجه فيها، ولا من شاف ولا من دري. يخرب بيت افكارك المنيله يا وليه. في حاجه يا زينهم؟ مفيش، ده انا بكلم العيال مفيش حاجه. ياما حرام عليكي فحر. ايه ياما احنا هنا مش في جمصه. ياما معلش، الزباله بتاعتك انا هلمها في كيس واوديها في اي مكان. وليك لمها في كيس؟ امال احنا نحط هدومنا فين؟ لا احنا نحفر على طول وندفن، ولا من شاف ولا من دري. لا انا مش قادر، انا استحمل اكتر من كده. بقول لك ايه يا حنتوسه؟ ايه يا بابا؟ انا مزنوق، مفيش حمام هنا ولا اي حمام. طب في حد شايفنا؟ ولا اي حد. طب يلا بقى لحسن، والله ما قادر. استنى يابا هتعمل ايه؟ ايه صورتك هتتهز قدامي يابا. يا ابني صورتي تتهز احسن ما تهز انا كلي على بعض يابا. ما ينفعش اشوف، والله ما قادر اموت، ما ينفعش اشوف الحاجات دي يابا. طب اعمل ايه؟ مش قادر. بص يا زينهم، في شجره هنا على اول الشارع، روح وراها احفر فحره واعمل اللي انت عايزه، ولا من شاف ولا من دري. خرب بيت افكارك المنيله يا وليا. ايه؟ مش قادر يا اخوانا. بتعمل ايه يا عم انت؟ عايز اعمل حمام دلوقتي. تعمل حمام هنا؟ امال اعمل فين؟ قول لي. انت عبيط يا عم انت، وانا اقول له ان الميه بيغير ليه؟ انا ما عملتش لسه يا عم. هو انا الصفون اللي في الشط ده ولا ايه؟ خد يا عم. انت يا عم ياما حرام عليك ياما، اللي انت بتعمله انت وابويا ده ياما. ايه؟ ايه ايه هتقعدي تقول لي ايه ياما؟ حرام عليك. ايه حرام عليا ايه يا واد؟ ما تتكلم. ياما حرام عليك، هتخلوا فضيحتنا بجلاجل. ليه؟ بلا جلاجل بلا حناجل يا اخويا، هو احنا جايين شفقه ولا جايين تسريبه؟ ده احنا جايين ودافعين قد كده هون في الشقه، واي واحد فيكم هيتكلم ملوش عندي غير الشبشب. ماشي؟ بقول لك ايه يا عاطف، ما تلم الموضوع بدل ما نتشمبر على الصبح. حاضر. لا حاضر حاضر. خلاص ياما. خلاص ياما، بس الله يبارك لك والنبي ياما ما تعملوا الحاجات دي هنا. طب ماشي خلاص يا عاطف. حاضر يا ماما. الله جرايد مجلات مجلات جرايد جرايد. جرايد إله يا رب تتشلع السرير ياللي بتاخد مني التحرير، إله يا رب تعم الدور الرابع ياللي بتاخد اليوم السابع، إله يا رب تحبات محروق ياللي بتاخد مني الشروق. حد عايزني؟ أهو ده اللي غيظني. ألف شكر يا عمنا، مش عايزين منك حاجة. ليه يا أستاذ؟ الله، هو أنتوا لسه واصلين؟ يا عم لسه واصلين، وشكلنا هنقعد هنا 130 سنة كده. ماني بنقوله كده برضك، أصل من شوية ما كانش لسه حد جاي القرية. جرايد؟ لا ألف شكر، مش عايزين جرايد، وإله يجيلك البواسير لو دعيت علينا تاني كتير. ليه يا أستاذ؟ إيه ما تخلص يا أخويا، الواد قال لك مش عايز جرايد، مترش. إيه يا حاج الله، بلاش نسترزقه ولا إيه؟ استني يا أما همشي راجل كده، ما ينفعش. خد هنا. ما تجيب جرنان الأخبار. اتفضل يا استاذ. احلى طبعا. ايه ده؟ ايه ده؟ اخبار وحشه. وحشه؟ شوف ده بقى اخر صفحه هتعجبك. اخر صفحه؟
الله برد وحش. ليه يا استاذ؟ الله مش عجباني. مش عجبك ليه؟ مش عجباني وخلاص، انت هتكتر معايا. معلش يا عمنا غيره له. معلش امسك يا رب. ايوه كده. ايه الزمالك خد الدوري؟ لا ما خدش الدوري للاسف، ما خدش الدوري. وامسك بقى الجرنان بتاعك ده. بعدين يا استاذ هتشتري ولا ايه؟ لا شكرا انا مش عاوز. ازاي يا استاذ؟ ده بعد ما تصفحها مش عايز اخد ولا واحد. في ايه؟ اوعى ياض، في ايه؟ الواد بيقول لك الاخبار مش عاجباه، مش تنقوا البضاعه اللي انتوا بتبيعوها. يا ساتر يا رب، الله يطلع لكم ضب. تبتدي عليا؟ ايوه. خد يا عمنا، خد يا عمنا. معلش يا اما انا اسف. معلش تعالى يا عمنا اسف، انا هديك اللي انت. انا لبسته بالمتشقف. بص يا عمنا. ايوه اهو، خد يا عم الفلوس اهي، واديني كل الجرانين اللي معاك. اتفضل يا استاذ. الف شكر يا عمنا. الله يخليك. الله يعفشكم يوسف يا اللي ما تاخد رزا ليوسف. ايه اللي هتتشل وما يلاقوا لك حل يا بعيد؟ انت قشت كل الجرايد؟ ما الفلوس دي ما انت مش تعبان فيها، مصر زي ابوك. ما خلاص بقى يا ماما. اخلص ادي عطش. حاضر يا ماما. الله اقعدي يا اخي. اهو ادينا قعدنا مستنيين. اهو مات، اهو مات. ايه ده اخرس؟ غلبان. بسم الله ما شاء الله. ايه ده بتباع ومات؟ اهو النبي غلبان. غلبان اهو النبي. لا حول ولا قوه. تبيع اي حاجه؟ تبيع اي حاجه؟ اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. طب العوامة الصغيره بكام؟ 3 جنيه. ده انت عايز 100 بلقة على بقك لانك راجل ظالم. طب يا كبا. طب العوامة الكبيره بكام؟ 6 جنيه. اللي افترى اللي انت فيه ده انا هضربك والله. ابا ابا ايمان. طب بذمه اهلك يا اكل، العامه الصغيره دي بتجيبها بكام جمله؟ ب4 جنيه. ايه ده انت بتخسر يالا. اوقف. الله خلي الناس تغرق. خلي الناس تغرق؟ بايظين؟ غرقين. بجد والله؟ الله. ايه ده بيغرقوا دول؟ طبعا. مخلومين؟ اه. بيغرقوا في البحر؟ حطيته تعب. بيجرقوا على الشط ولا ايه؟ على الشط تموت. بيجرقوا الله. اموت على الشط. قطوه. طب الله يبارك لك. بص بقى. ايه؟ انا عايز 3 بيجرقوا جامد. ايه؟ ماشي، عشان ابويا وامي والنبي عايز اخلص منهم. قول يا قول يا قول دي عشان بيبي. قول دي عشان البيبي؟ قول. ماشي الف شب. بيجرقوا حلو ولا اي كلام؟ بأمانة الله. الله. عشان لو ما غرقوش هيبهدلوا. يا عم على ابو شكلك في ايه؟ ده انت عيل رخم صحيح. وعملوا اللي عم ميت او شكله يقرف الكلب ده حاجه بجد. ده عاطف ولا ايه؟ ايه يما في ايه؟ في حاجه؟ لا يما ما فيش. يا عم انت ايه؟ يا عم يا عم ايه؟ ايه ده؟ هو انا لسه خلصت؟ ايه ده؟ ما خلصتش انا لسه. ما لسه استناك اما تخلص. ما خلص هناك احسن ما خلص هنا قدام الناس. هات يا عم الكرنيه. هات الكرنيه يا زوبه. حاضر. هو في حاجه ولا ايه؟ يا راجل غريب قوي، لازم يشوف اهو يا عم. ما دام انت يعني واخد شقه وبتاع، ما تعملش حاجات مش كويسه دي فيها ليه؟ يعني عايزني اوسخ الشقه؟ انت مغفل؟ يا عم اجري يا عم. خلص يا عم مش قادر والله. شكلكم مستبحين زينا. زينا؟ زينا. ده انت عسل بقى. معلش هقول لك على حاجه. اصل ابويا زي ما انت شايف راجل كبير وعنده السكر. وانا عندي الشاي. وانا عندي وعد. خلاص. انا عندي وعد معاك والله. اقول لك على حاجه انا ماليش فيها يا عم، انت لازم ابلغ عماره. ايه؟ الاداره. اوعى ياض يا عاطف. خد ياض مد ايدك. جيب حاجه لعيالك. انا مش متجوز. خلاص يا خفيف، خليهم معاك لغايه ما تتنير وجيب لهم حاجه. انت بتديني رشاوي ولا ايه؟ لا ده عايز يتربى. خش عليا يا عاطف. انت تاكل 100 بلقه على وشك المكارتم ده. لا 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 استناني بقى يا عاطف، انا هتعامل معاك. خد هنا يا عم الشاويش عطيه. خد. هو انت شارب حاجه يا عم؟ مش هنقول انا اقول لك على حاجه حلوه. ما تيجي بقى نطلع للمدير. لا خلاص والنبي والنبي. وبعدين حاج تعبان يا عينه وعنده السكر. يا سلام، انا كنت ناطط من على السور من شويه. اوعى يا زنب. هات ياض الخمسه جنيه. اتفضل يا حاج. والعشره جنيه دي هديه مني ليكي. بس والنبي ما تجيبي سيره عمار عشان ماشي. زق عجلك. يلا السلام عليك. يلا السلام عليك.
يا تروما. يا تروما جدع يا دي يا حنطسه، ده انت عملت معاها سليمه ياض. امال ايه ياما، انا رهبان في الحاجات دي. شفت يا موكوس؟ انا بتكلميني انا يا وليه ولا بتكلمي مين؟ ما بتكلمش عليك، بتكلم على الموكوس التاني. خرب بيت اشاراتك اللي محدش فاهمها. حددي في حاجه يا زينهم؟ لا ده انا بكلم المرور. شفت ياض يا عاطف يا موكوس، الواد اخوك الصغير خلص الموضوع وانت واقف لي زي النطع. نطع قصدك على ابويا ولا انا يا ام؟ انا بتكلمش على النطع الكبير، بتكلم عليك يا اخويا. ايه ياما في ايه ياما؟ هنقعد سنة بقى نحكي في قصة الشاط الحنطوسة؟ يا عيلة غم يا منيلين. مالك يا زينهم، في حاجة؟ مش مالي. طب تعالوا نقعد بقى على البحر ونبسط ولا ايه؟ ما انا مبسوطة اهو. يلا انت مبسوطة، ده انت النكدة علينا وعلى. يلا يا ابني اقعد يا ابني، اقعد يا ابني اتبسط يا ابني، احنا بنيجي هنا غير كل فين وفين. يابا انا بحبك قوي يابا. يابا انا عايز اتجوز. عايز تتجوز مين؟ عايز اتجوز ام الخلول. ام الخلول متجوزه ومخلفه خلول، ما يقول حاجه تنفع تتجوزها. حاضر يا ابا. معايا هنا، محدش شافها؟ لا والله يا باشا. وديع انت بقيت بيع. شريهان 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 اصحى، انت بقيت بيع قوي. جو فوغيزي ام بيزول. نو سي امبوسيبل. سي امبوسيبل. المعاصر أفضل كتاب في الرياضيات بشهادة جميع الأساتذة. في إيه؟ What a wonderful day, my dear. فعلاً البحر عظيم جداً النهاردة. But why the flag is black؟ إيه ده؟ ده الفنان سيد مكاوي الله يرحمه. حب حضرتك قوي. شكراً يا حبيبي. الأرض بتتكلم عربي. ايه يا عم سيد، مالك قابش ليه؟ ايه يلا انت هتسحبني ولا ايه؟ بحبك والله من زمان. امشي طيب، امشي عشان في كورونا اليومين دول. امشي. حموه. صباح الفل يا كبير. صباح الفل يا حموه. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. في ايه؟ في عوق ليه النهارده؟ الموج عالي ومحدش هينزل البحر النهارده، معلش سامحني. طب خد بالك بقى لحد ينزل ويحتاج مساعدتك يا حموه. لا ما تقلقش انا مسيطر. احبك يا مسيطر. حبيبي. وديع. طب استأذن انا بقى يا باشا، لان واضح ان هي هتهزقك وشكلك هيبقى وحش قدامي. اتفضل يا حموه، اتفضل. شريهان. 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 اصحى، الطريقه اللي انت بتتكلم بيها دي تتغيب الجغ. تتغيب الجغ. ميرسي بوكو امبيرو. بنجر سكري. ودهن. ودهن. كراسة الاول خبره في وضع الامتحانات. في ايه؟ بس يا بابي الفستاني اللي انت جبته لي اخر مره كل اصحابي كانوا هيجننوا عليه. بس نيه عشانك يا حياتي، والله جايبه عشانك مخصوص. بقول لك ايه يا دي حنتوسه، ما تشغلنا كده حاجه نروق الجمجمه شويه. والنبي يا دي حنتوسه شغل لنا حاجه، احنا اول مره نيجي الساحل الشمالي. عينيا اغل يا ابني. قولوا بقى هم استغنوا. Thank you.
كده اوعى تشيل هم يا ما بشيلش هم يا مش دعوه بيه بدي خالص بتقول ياذنهم لا مفيش ده انا بكلم السحاب مفيش حاجه وبعدين هو انت صغير على الحاجات اللي انت بتعملها دي يا ست سيبينا نتنين نتبسط في مصيف شويه يا ولية عايز احس ان انا عايز اقعد يا تعالى اتبسط يا حاضر يابا يلا عارف يابا نفسي في ايه نفسك ايه نفسي اشوفك راجل مره واحده تضغطش عليا ما تضغطش عليا عادي يابا في الجنه بقى انت عايز تشوف كل حاجه ما في الايه يوم الايام بابا يوم الايام بقى حمو ايوه يا باشا ايه يا كبير بقول لك ايه يا حمو والنبي معلش أيوة. فاهم الناس دول ان هم مش قاعدين في مشطفه هنا تمام ده بلاش محترم ده غير ان ذوقهم بيئه قوي ومشغلين اغاني مش طبيعيه خليهم يقفلوا الكاسيت ده حاضر سواني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا حبيبي عامل انا اسف يا عم اسمع يا عم حمو عامل ايه الحمد لله تمام والنبي ادفع الكاسيت ده عشان الراجل مش عارف يقعد مع المدام مفيش طفيان كواست يا عم ادفع الكاسيت مفيش طفيان كواست يا عم في ايه وايه هقع والله يا عم ادفع الكاسيت اسمع الكلام مفيش طفيان كواست وده اخرنا واللي عندك اعمله يا عم حمو طب انده لحد كبير يا عم انت ولا بتكلمه. ولا انت عارف لو ما مشيتش دلوقتي حالا من قدامي وشفت لك موقف تاني تقف فيه انا هعمل معاك ايه هتعمل ايه يا وليه انت انا مش هتكلم انا هتكلم انا شايف ابويا يبان هفا لكنه من جوه راجل ما تبانش مش هتحسها في كلامه بس هي جوه خش له قول له بقى يا انت تعرف سليمان الحلبي ايوه عارفه عارف مات ازاي على خازوق عارف مين جد المدام سليمان الحلبي لا جد المدام يبقى الخازوق عرفت هنعمل فيك ايه انا اقعدك على جد المدام نمي نفسك اسفين لا ده انا صح شوف ايه ده يا حلاوتك ايه ده او ايه اعملها تاني يابا كده اول مره اشوفك راجل يابا اه ده انت هتشوف البدع حلو قوي دي يابا لما اقول لك ايه ما تيجي نروح شلالات في يجرة يا باشا العيله دي عيله لبش مش هنعرف نسلك معاهم يعني ايه الحل انا هبلغ الاداره لا وتبلغ الاداره ليه انا اعرف اتعامل مع الوطيان ده كويس اتفضل السلام عليكم عليكم السلام صباح الزفت على دماغكم يا عالم يا زباله اذا سمحتم يعني بعد اذن حضراتكم يعني نوطي لمستوى المتدني من الاغاني الفاسده اللي انتوا بتسمعوها دي عشان في ناس راكيه جنبيكم يا عالم يا وطيه الراجل كله ذوق والله ما شاء الله ما قالش حاجة غلط فعلا فينا كل الحاجات اللي قالها دي الراجل ده شكله محترم قوي يابا ده ما هناش بلفظ شكرا يا لطخ العفو انا مش مستاهل كل ده والله اعملوا اللي هو عايزه يا ابني اعملوا اللي هو عايزه اسف يا باشا ثانيه واحده حضرتك هنشغل حاجه رايقه تليق بدماغ حضرتك شكرا شغل يا دي هنتص حاجه للبسه كده نضيف شغل حاجه في رجل حاجه اجنبي بقى حاجه في رجل ماشي يلا علي دي يا بيبي I never do what you want I never do what you need don't treat me honey انا ابنك يابا ابنك ابنك والله الراجل ده شكله هينفجر ايه ده ايه ده
ده حضرتك ايه ده ايه ده ايه ده حضرتك ده حضرتك شكلك من منطقه شعبي وابن بلد انت منين سعادتك انا من المطريه من عزبه حماده ده انت عازم قرايبك كلهم بقى بس يا عم على فكره انا منها يا باشا فعلا انا من المطريه من عند الرشاح كده ده طلعوا قرايبك انت على فكره هم اصحابنا ايه يا عم في ايه يا عم ده انت نضيف يا باشا ايه ده انت ابتديت ازاي بقى انا ابتديت من البودره اشتغلت اكثر المهن في العالم وعملت كل حاجه ممكن تتخيلها وخنت ناس صحابي عادي جدا عادي جدا كنا نروح نشرب عصير عند العربي بتاع مصر الجديده ده عارفه عارف احط لهم شطه في العصير اشرب وارجع جنبيهم قذر قذر يعني لا باين على حضرتك ما تقولش انا فاهم الحمد لله شكرا يا لطخ ايه ده ما تحترمنيش والنبي بقى اجير والله انت لطخ يا ابني لازم تحس بنفسك في ايه يلا يا ابني يلا يا ابني اقعدوا ببسطوا يا ابني على البحر يلا يابا يلا يا ابني يلا يابا ده الراجل ده ايه يابا ده ايه الفن والحلاوه ده يابا بس الكاسيت هنا يابا وديع في ايه ايه الطريقه البيئه اللي انت بترقص بيها دي شريهان 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 اسحق جي فيغيزي ان بيزو دريكسيو شوفوا ليه افيون شوفوا ليه ايه افيون طحالب بالسكر تمام سلاح التلميذ نظافه ريحه توفير بس يا بيبي احنا هنروح الديسكو النهارده عندي الضمه شد عليا والله ما ايه راي سعادتك في الاغاني اللي كنا مشغلينها لا دي اغاني زباله يعني اتفرج بقى انا هعمل ايه في الكاسيت ده اتفضلي يا المهلبيه يابا المهلبيه نزلت الجمعيه يا بابا المهلبيه جت في الجمعيه انا عايز بنج يا بابا يا بابا انت بتجوز انت يا بابا ها يابا عايز بنج تاكسي بيار حلوه يا جماعه في زومبي على البلاد اي حد يجي يمسك زومبي هنا في ايه باشا مرات حضرتك حلوه قوي يا باشا ما عشان كده اتجوزتها متخلف في ايه؟ مين اللي متخلف ده؟ انت وابنك ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا اقعدوا اقعد يا ابني اقعد يا ابني عدل يا ابني في ايه؟ في ايه يا باشا؟ في ايه؟ انت عشان غني يعني هتعمل اللي انت عايزه معانا ولا الحمد لله انا ادوس عليك كنت زي السوست يا ابني طول ما انا دايس ما تضربوش في وشي طب لما انت غني كده كنت